اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه والف سلامه. اهلا بيك يا فارس والله يسلمك، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد اشتقنا لكم، نتمنى ان تكونوا في الفتره اللي احنا ما ظهرناش فيها يعني افتقدتونا ولو بشيء بسيط. يعني اكيد كان نفسنا نكون في اجواء افضل، ولكن هفضل واقف في صفه لاخر الزمن في الشده. انا برضو ظهره، انا ليه درع الامان. ده عقليه كل من ينتمي للنادي الاهلي. اكيد خساره البطوله اللي كنا بنطمح ان هي تكون الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي الاهلي مزعلانا. حقنا نزعل؟ اه طبعا، لان اللي اتعود على الذهب زي النادي الاهلي لا يمكن ابدا يقنع بالفضه او يرضى بيها. ولكن اكيد عندنا تقصير، اكيد عندنا حاجات محتاجين نحاسب نفسنا فيها، وده عهد النادي الاهلي اللي بيرجع اقوى عشان هو اكتر حد بينقد نفسه وسرعه تصحيح اي امر او اي خلل. ولكن الفتره اللي فاتت كنت بسال نفسي سؤال، ماذا لو النادي الاهلي خاض المباراه دي في نفس ظروف الوداد؟ كل الظروف اللي توفرت للوداد عشان يكسب كانت هي الظروف اللي توفرت للنادي الاهلي. ماذا لو ده حدث؟ النتيجة الأهلي بطل بنسبة 100%. طب سيبك من ده خالص، ماذا لو توفرت ظروف عادلة للفريقين كل فريق بياخد حقه فيها؟ الإجابة أيضا النادي الأهلي كان أكيد هيكون البطل بنسبة 100%. فأرجع للسؤال تاني، إيه اللي خلى الوداد يروح بكل الظروف عشان يقدر يكسبك، وإنت رحت بظروف كلها أو أغلبها تؤدي إن إنت تخسر المباراة؟ هنا ممكن افهم الكاف، وممكن افهم فساد الكاف، ممكن افهم تحفظات كتير جدا عندنا على الكاف، واكيد ليه مواقماته وليه توازناته وليه فضيحه وضحى بالكره الافريقيه على مرأى ومسمع من العالم كله. انما اللي لا يمكن افهمه بعض المسؤولين هنا في الرياضه والاتحاد المصري لكره القدم. يا جماعه اللي انا عايز اقوله ان الفتره اللي فاتت انا كنت في حقيقه يعني في حيره من امري. النادي الأهلي هو النادي اللي شايل على كتفه مهمة الدفاع عن الكرة المصرية. آخر 20 سنة النادي الأهلي، أو خلينا القرن الأخير القرن 21، النادي الأهلي لعب 12 نهائي لدوري أبطال إفريقيا، بيحقق 8 ألقاب منهم. ده النادي الأهلي 12 لقب لدوري أبطال أفريقيا بيحقق 8 ألقاب منهم. على الجانب الآخر، ماذا لو النادي الأهلي مش موجود في المشهد؟ النادي الأهلي خارج المعادلة، كانت الكرة المصرية هتبقى في وضع حرج جدا. كنت هتشوف الكرة المصرية على مدار القرن 21 بتحقق بطولة دوري أبطال واحدة حققها الزمالك في 2002 لو الأهلي مش موجود في اللقب. كنا هنبقى مسار للسخرية من الفرق في تونس والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب وكل الفرق. النادي الأهلي، كل إعلامي في مصر وكل من ينتمي لصناعة كرة القدم المصرية لازم كل يوم الصبح يحمد ربنا على نعمة وجود النادي الأهلي اللي بيحافظ على هيبة الكرة المصرية بين الأندية الإفريقية. أيوة، النادي الأهلي آخر القرن 21 كله على مدار 22 سنة هو اللي بيعمل المهمة دي. شيل الأهلي من المعادلة هتلاقي 9 نهائيات بتلعبها الفرق التونسية على مدار القرن الحالي، 2004، 2005، 2006، 2007، 2010، 2011، 2012 و2018 و2019. على الجانب الآخر، النادي الأهلي لوحده بيلعب 12 نهائي أكتر من كل الفرق التونسية. يبقى هنا لمصلحة مين النادي اللي متحكم في صناعة كرة القدم المصرية، في اقتصادياتها، في شعبيتها، في كل حاجة تخصها؟ يبقى بيحصل معاه كده. النادي الأهلي هو العربية اللي بتجر قطر الكرة المصرية، واللي صدقوني هنندم ولو انحرف العربية عن مسارها القطر كله هينحرف. أنا بفتكر من شهرين بس والنادي الأهلي في دور المجموعات متعسر والناس في الاستوديوهات بتمصمص شفايفها على حال الكرة المصرية وعلى وضعها. كان زمانكم بقالكم 22 سنة بتمصمصوا شفايفكم على وضع الكرة المصرية وهي بلا أي إنجازات غير بطولة دوري أبطال واحدة. النادي الأهلي بثمان ألقاب في القرن 21 يستحق كتير جدا، مش من المجاملة إنما من التقدير، ومن هو ياخد حقه، لأن اللي حصل مع الأهلي لنا على مدار الحلقة وقفة كبيرة قوي فيه. ما أشبه الليلة بالبارحة يا فارس، وده بالظبط شبيه جدا بما حدث في 2007. ولكن لو مش مقتنعين بالكلام اللي قاله فارس، ارجعوا للإعلام العربي، ارجعوا لرموز كرة القدم العربية،
شوفوهم بيقولوا ايه عن النادي الاهلي لما حتى فارس بيستعرض النهائيات. احنا عندنا ايضا 3 بطوله افريقيا 2006 و2008 و2010. الاعلام الجزائري رموز لعبوا في منتخب الجزائر كانوا بيقولوا ده بعد فضل النادي الاهلي على المنتخب المصري. 6 أو 7 أو 8 لاعبين اساسيين من الحقبة التاريخية للنادي الأهلي كانوا بيقودوا منتخب مصر لتحقيق بطولة أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي. احنا هنا ما بنبخس حق حد من اللاعبين اللي كان مشارك مع منتخب مصر، ولا بنبخس حق الكابتن حسن شحاتة اللي بالتأكيد عمل إنجاز عظيم، ولكن ارجعوا لقوام منتخب مصر وقتها هتلاقوا ان قوام منتخب مصر كان من لاعبي ونجوم النادي الأهلي. إذن النادي الأهلي مش فقط لغير بيحقق ألقاب باسم النادي الأهلي المصري، لا، النادي الأهلي مساهم دائما وأبدا في ألقاب أمم أفريقيا والصعود لكأس العالم. بالتأكيد هناك لاعب أسطوري حاليا اسمه محمد صلاح، لكن في 2006 و2008 و2010 كان منتخب المحليين، منتخب الساجدين، المنتخب اللي قادر يحقق 3 بطولات على التوالي. هتقولوا انتوا مشكلتكم كل ما تخسروا بطولة تطلعوا تتكلموا عن المؤامرة الكونية، وده الإعلام بقى المصري مش الإعلام العربي، وتحديدا لما نلاقي إعلامي كبير وبرنامج توك شو ويتكلم ويقول أصل فترة الكابتن محمود الخطيب أصبح النادي الأهلي الأول في المؤامرة، بعد أن كان نادي الزمالك اللي بيشجعه هذا الإعلامي كان رقم 1 دائما في المؤامرة الكونية. وهنا توضيح بسيط جدا، فكرة المؤامرة ان انت قاعد دايما كده بتسيء الظن لكل ما يحيط حولك في المنظومة بدون أدلة، بدون مستندات، بدون شواهد، وصلت لمرحلة اليقين ان النادي الأهلي كان بيحارب وحده في قضيته العادلة امام الكاف، مش بس امام الكاف، كان امام الفيفا وقت ما تحددت بطولة كأس العالم للأندية صحيح المنوط بإدارتها الفيفا، بطولة بتخضع لتنظيم الفيفا، وتخيلوا أمم أفريقيا نفس الأمر الاتحاد القاري ويشرف عليها الفيفا، ويتم تحديد البطولتين في موعد واحد. النادي الأهلي يطلع يخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم يتقال لنا ليس كل ما يعرف يقال، البطولة لا 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 لا، النادي الأهلي هيلعب بكامل نجومه، فيروح النادي الأهلي حامل لواء كرة القدم المصرية يفتقد ل 15 لاعب، سيبك من الإصابات ده موضوع قدري، لكن 6 عناصر أساسية كانوا بيدفعوا بتيشيرت منتخب مصر وصلوا وساهموا في ان المنتخب يصل الى المباراه النهائيه، ويفتقد برغم فقدان النادي الاهلي للاعبيه وايضا حربه لوحده قدر يحقق البرونزيه، وده انجاز كبير بالتاكيد، ده الانجاز اللي حققته كره القدم المصريه، النادي الاهلي 3 برونزيات، فلما يحافظ على البرونزيه ويفوز على مونتريه المكسيكي اللي كان فاز على النادي الاهلي بكامل نجومه، فالنادي الاهلي قدر وقت الازمات وضرب مثال في الوطنية وأفضلية منتخب مصر على النادي الأهلي وعلى اسم النادي الأهلي وسمعة النادي الأهلي اللي تاريخ كبير في البطولة دي، ورجع النادي الأهلي بالبرونزية. الطبيعي إيه؟ لما يجي النادي الأهلي في أزمة زي دي يكون الاتحاد المصري لكرة القدم واقف جنبه، لأنه النادي الأهلي المصري، والله العظيم النادي الأهلي المصري اسمه كده، إحنا النادي الأهلي المصري. عصام الشوالي لما كان بيتكلم وبيقول كرة القدم الأفريقية مصر بيدافع وحده أمام شمال وغرب وجنوب القارة بالنادي الأهلي، قال كده بالنادي الأهلي، ده مش كلامنا. فيجي اتحاد الكرة ما بين ليس ما يعرف يقال إلى والله ما نعرفش حاجة عن الجواب ده، ما مش عارفين هو جالنا، لا ده كان اللي قبلنا والله. للأسف قدر النادي الأهلي، انه انا اسف ان انا بقول كده، دائما وابدا احترافيته اعلى بكتير جدا 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 على مدار تاريخه من كل من قاد كره القدم المصريه من خلال منبر الاتحاد المصري لكره القدم. هل ده معناه اننا هنقف؟ لا خالص والله. 2007 خسرنا بعد فضيحه العرجون في ملعبنا وبعد فضيحه مباراه الذهاب، كنا 2008 ابطال القاره. 2010 خسرنا بعد ايد انرامو وبعد فضيحة الحكم المرتشي لامبتي. في 2012 وفي قلب رادس وأمام الترجي كنا أبطال القارة، مش إحنا الفريق ولا الإعلام ولا الجماهير اللي بتقعد تبكي على مظلومية، وده بقى اللي بيتقال عليه شماعات بجد،
ويرتكن عليها بال 20 سنه بدون تحقيق اي انجاز. لا، احنا ان شاء الله ابطال القاره السنه الجايه باذنك يا رب، ابطال القاره السنه الجايه. هنقف عند ده؟ هنقف عشان حقنا، لان مش معنى ان انا بطالب بحقي تقول عليا زي ما قال الاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم عيسى ان النادي الاهلي في عصر المؤامرات في عهد الكابتن محمود الخطيب، واشار لاشارات ما يصحش، وارتكن الى فصائل سياسيه ما يصحش. حضرتك استاذ كبير في الاعلام، المفترض تبقى عارف ان النادي الاهلي لما اشتكى في 2007 من ازمه العرجون كان الكابتن حسن حمدي، كنا ايضا عايشين نظريه مؤامره لما انسحب الكابتن صالح سليم من 94 بعد الحكم المرتشي، ولما بقول حكم مرتشي انا بقول بعد ما ثبت الرشوه على الحكم باتريس ماتابيلا وتم حبسه في 2004 في مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك في جنوب افريقيا. النادي الاهلي انسحب من المسابقات، ما كانش ده نظريه مؤامره. اللي بيطالب بحقه حاليا عايش نظريه مؤامره. انا بحارب وحدي كنادي اهلي الكاف بمسؤوليه من اول فتره احمد مرورا بفتره متسبي، واللي احنا شفناه اعتقد بقى واضح جدا هنتناوله، ولكن ده بس فقط لا غير توضيح ان احنا واحنا بناخد حقنا بنفكر باذن الله في ذهبيه دوري ابطال افريقيا القادمه ان شاء الله، وبنبدا من دلوقت بنقول ال 11 يا اهلي. يا احمد طبعا باكد على كلامك، ولكن في حاجه مهمه جدا انا برضو بكررها وبقف عندها، فكرة تأثير النادي الأهلي في اقتصاديات كرة القدم المصرية وفي سمعة الكرة المصرية وفي هيبة الكرة المصرية. سيبك من فكرة حتى لو أنت مش أهلاوي، أنت لو بتحسبها بشكل براجماتي أنت النادي الأهلي هو اللي حافظ لك على قيمة البراند بتاع منتج الكرة المصرية. يا أخي حتى لو ما بتحبش النادي الأهلي، والله العظيم الملايين اللي بتتقاضاها دي في أي حاجة بتعمل فيها في صناعة الكرة هي نتيجة أن النادي الأهلي هو السبب في المنتج ده. ولما جه بمناسبة الجزائر، لما أنت قلت لما استعرضنا هنا رأي لاعب سابق تونسي وجاء قال أن المصريين يجيدون الدراما وأعمال الفن ولكن ليس حاليا كرة القدم، كان عندنا نقطتين منورين، محمد صلاح منور والنادي الأهلي. وده ما كانش كلامنا، كان كلام الإخوة في تونس بالكامل اللي كانوا بيردوا عليه إزاي بتقول كده وفي حاجة اسمها محمد صلاح وحاجة اسمها النادي الأهلي. فإذا النادي الأهلي هو ما يحافظ على سمعة الكرة المصرية. وبالمناسبة النادي الأهلي مش باد لوزر خالص، مش النادي الأهلي اللي لا بينسحب ولا النادي الأهلي اللي عنده سوابق تاريخية في عدم تقبل الهزيمة. النادي الأهلي لما بيدافع عن حقوقه وفي معطيات العالم كله بيشهد وصحفيين أفارقة وصحفيين من كل العالم بظلمه فيها، فده حق النادي الأهلي، مش إن النادي الأهلي باد لوزر زي ما الناس بتصور. لأ، لما يتكلم كابتن في نادي آخر عن عدم تقبل النادي الأهلي للخسارة، الكابتن ده كان بينسحب مع فريقه في سنة 96 وبيسيء لحكم المباراة وبتعلق كأسوأ إساءة من لاعب لحكم في تاريخ الكرة المصرية. النادي الأهلي اللي ما راحش ماتش وقال قصة الأتوبيس، النادي الأهلي مش هو اللي في بطولة حتى اليد راح رفض خسارته وراح جاب كأس من الشارع سلمه للفريق. لا، النادي الأهلي لما بيكون ليه حق بيقاتل عليه، وده مختلف تماما يا احمد عن فكره اللي ما بيتقبلش الهزيمه. انا اتقبل الهزيمه اللي تكون مستحقه وبشرف وبامان. لو في نقطه، بما انك بتتكلم عن البراند النادي الاهلي، هم وارد جدا يكون في بعض الناس من مصلحتهم او من انتماءاتهم عاوزين يصنعوا براند اخر يقود كره القدم المصريه. التاريخ بيقول هتفشلوا. النادي الاهلي سيبقى رقم واحد في كره القدم المصريه والافريقيه. والقصه كمان مش وصلت بس الكباتن في نادي الزمالك بيتكلموا عن مصطلح باد لوزر، لا ده كمان اعلاميين كبار وطبعا عارفينهم وبيتكلموا في التوك شو وهم اساتذه في ده وبيجودوا ده. اول لما بيدخلوا في المجال الرياضي بيروحوا لحته الانحياز الذاتي وان خلاص بيتعصب بالعصابه البيضه بخطين حمر كده فما بيشوفش الحقيقه قدامه، فيبدا يقول لك باد لوزر. طب ماشي يا سيدي يا استاذي، باد لوزر ليه؟ يقول لك انت فرق بينك ايه وبين ليفربول؟ نفس اللي حصل مع جماهير ليفربول حصل مع النادي الاهلي، انت بتشتكي من ايه؟ هقول لك الامر بسيط جدا، المباراه كانت في باريس. جميل قوي. ما كانتش في سانتياغو، كانت في باريس، فازاي حضرتك بقوتك الاعلاميه على مدار التاريخ تكون بتغفل فكره المقارنه المنطقيه؟ دي مقارنه مغلوطه، والقياس بتاع ليفربول اسمه قياس فاسد. ما ينفعش اقيس عليه، لان في النهايه
كان اللعب في أرض محايدة محددة مسبقا، كانت في روسيا أولا، ولما حصلت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تم الاختيار في باريس. فلما تيجي تقارن ده بتحديد المغرب بعد ما تحدد طرفي النهائي الأهلي والوداد وتقول أصل ده نفس القصة وده اللي شبه ده وانتوا بتشتكوا من ايه، ده رقم واحد. رقم اتنين وهي فكرة بقى انت بتخاطب مين، يعني ايه بتخاطب مين؟ يعني بتيجي تقول بترجعوا تقولوا احنا كنا المفترض ننسحب، ما انسحبناش ليه؟ وهنا برضو انت بتوجه رسالة لمن لا يملك قرار وبتعكسها على من يملك قرار. بمعنى ايه؟ مين اللي يملك قرار الانسحاب او الاستكمال في البطولة؟ هو مجلس ادارة النادي الاهلي المنوط باتخاذ القرارات تبعا او طبقا لاختيار الجمعية العمومية، والجمعية العمومية بتثق في هذا المجلس، فبالتالي هو ده المفترض يقول انا هكمل ولا مش هكمل. اسهل قرار الانسحاب، مش هنناقشه دلوقتي، لكن كملت، هل طلع حد من مجلس ادارة النادي الاهلي قال احنا المفترض كنا ننسحب؟ بعض الجماهير وهي منطقية جدا وجهة نظرها من البداية كانت كده، فما ينفعش تسكت او تعكس حالة من التناقض ما بين تصريحات جماهير وعدم وجود اي تصريح لاي مسؤول في النادي الاهلي على القصة دي. الغريب ان حضرتك وانت استاذ كبير وقعت في غلطة كبيرة جدا جدا جدا، الا وهي التناقض، لما جيت في الاخر وقلت ان سيبوكم من اللي انا قلته ده كله، افريقيا دلوقتي اللي بيعرف ياخد حاجة بياخدها. طب ازاي بقى يا استاذنا؟ قول لي انت ازاي؟ طالما افريقيا دلوقتي اللي يعرف ياخد حاجه ياخدها، عايزني انا لما اطلع اقول ان اللي حصل معايا انفير تبقى زعلان وتقول لي انا باد لوزر؟ على العموم انا يكفيني جدا ان انا اكون باد لوزر، لان انا واخد دايما على الذهب افضل بكتير من الاعتياد على الهزيمه والمركز الثاني. انا عندي تبرير لموضوع باريس ده. هو التفسير المنطقي الوحيد ان هو يعتقد ان باريس دي عاصمه اسبانيا، فبالتالي نفس الموقف، ما دون ذلك يبقى هزار واعتقد كلام لا يمكن ابدا المقارنه. والاغرب ان ريال مدريد نفسه وهو واخد البطوله، وهو البطوله باريس متحدده كملعب بديل زي ما انت قلت، طلع اتكلم في حقوق جمهوره والملعب وضوابط اختيار الملعب. احنا لا، ونقطه كمان قال فيها، قال لك انت عايز نص الملعب وانت ما كملتش 3000 في المدرج. طب يا سيدي الفاضل، نادي الزمالك او النادي الاهلي لما بيلعب امام نادي انديه شركات او انديه ملهاش جماهير، رابطه الانديه مش بتقول 2000 تذكره هنا و2000 تذكره هنا؟ انا اسف جدا حضرتك افتقدت لكل المنطق في انك حتى تبقى واخد بالك من المصطلح اسمه تكافؤ الفرص او الفير بلاي. ده صحيح. نروح لاخبارنا. نروح لاخبارنا يا اسامه، وطبعا لسه معانا في الحلقه نقاط كتير جدا هنقف عندها وملفات كتيره جدا اكيد انتوا نفسكم تسمعوا كواليسها واخبارها. ولكن من الاخبار المهمه، وسبحان الله جمهور النادي الاهلي عنده علاقه خاصه كده مع محمد محمود اللي دايما داخل قلوب الجماهير من غير مفتاح، بيفتح بوابه قلوب الجماهير ويدخل، لأنه هو كده، دي حاجة بتاعت ربنا. لاعب يمكن إصابات عطلته، ولكن مع تجديده بتشوف كل الناس بتحتفي بتجديده للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة. طبعا محمد محمود لاعب أنا مقتنع أن عنده من الإمكانيات الكثير، ولو خد إن شاء الله بإذن الله هيدي النادي الأهلي كتير جدا، ولاعب معدنه طيب شبه اللعيبة الكتير جدا اللي حبيناهم في تاريخ النادي الأهلي. هو بس يعني كان غير موفق في الإصابة في بداية التعاقد، وهو حتى أتكلم، وعايزين بس نوضح ان هيمتد ل5 سنين لانه ممدد عقده، كان في موسم لسه باقي في عقده فمدد 4 سنين غير الموسم القادم، فبالتالي محمد محمود اهلاوي لمده 5 سنين كلاعب. ولكن محمد محمود من اللعيبه اللي انت دايما تقول اهلاوي من صغره، بيعشق النادي الاهلي، كان مر بظروف صعبه واصابه لمده 2 سنين، ولكن هو قال ان انا وقعت على بياض. رد للجميل للنادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب اللي كان بيدعمني بكلمات في وقت انا محتاج فيه لا اقل كلمه ممكن، يعني في الاصابه والوقت اللي كان فيه ده، فكان في دعم كبير جدا مش بس من الكابتن محمود الخطيب، مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني، زملائه، اللاعبين، الجماهير بتعشق حاجه اسمها محمد محمود. برغم على المستوى الفني لسه محمد محمود ما جاش ليه فرصه كامله بسبب الاصابه ان هو يقدم نفسه. نتمنى ان شاء الله ان هو يكون موفق في الخطوه الجايه مع النادي الاهلي ويكون افضل حظا مما سبق. عندنا ايضا لاعب اليو بادجي كان معار لفريق اميان الفرنسي بنيه التعاقد، فريق اميان جدد او فعل بند الشراء، فطبعا النادي الاهلي والكابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي شكر اللاعب على الفتره اللي قضاها معانا واحترم فيها
تعاقده مع النادي الأهلي، وبالتوفيق طبعا لأليوبانجي. مضحك إن جه ده بعد أيام قليلة جدا من إن ناس فضلتوا تقولوا بادجي عامل أرقام كويسة مع إميان، ده إميان مش عايزه وهيمشيه وهيرجع لكم وشوفوا هتتخلصوا من بادجي إزاي. على طول بعدها إميان بيتعاقد مع بادجي. أنا عايز أشيد بأمير توفيق لأن هو للأمانة في سياسة التعاقدات وفي سياسة خروج اللاعبين المعارين زي والتر بواليا زي أليو بادجي، ده سياسة ناجحة جدا. قدر النادي الأهلي يتخلص من رواتب كانت هتدفع للعيبة دي، قدر النادي الأهلي يضم لاعبين أجانب وقدرت تكسب منهم في النهاية، خصوصا إن بادجي ما جاش حتى بأرقام كبيرة جدا. فدي سياسة ناجحة جدا للأمانة، بديله الكريدت عليها. والملف ده في الأجانب اللي عندك زيادة وبتحب تخرجهم، لا بقى عندنا أكتر من مكان بتقدر تطلع لعيبتك عليه، وده اللي بيتقال عليه فعلا وين وين سيتويشن. كابتن أمير توفيق بيضع اسمه يعني وبيكتب تاريخ لنفسه، أعتقد بإذن الله هيكون ممتد يعني على خطى من سبقوه تحديدا الباشمهندس عادل القيعي، وكمان يعني أهلاوي بقى بجد. يعني كابتن أمير توفيق أهلاوي بجد، ويمكن أزمة المغرب وضحت لنا قد إيه إن هو بيتصرف بدرجة مشجع مش بس مدير تعاقدات. كان نفسنا يعني نفرح بالكاس زي ما هو كان بيطالب وهنرجع بالكاس، لكن يعني كل شيء التوفيق احيانا بيكون حليفك واحيانا مش بيكون حليفك. عندنا طبعا بكره يعني واحنا بنتكلم عن اخبار النادي الاهلي ايضا منتخب مصر وبدايه مرحله جديده وبدايه تصفيات امام غينيا ومباراه اولى رسميه مع الكابتن ايهاب جلال اللي كان صاحب تعيينه يعني بعض الانقسامات على مستوى الجماهير وربما كمان على مستوى اتحاد كرة القدم، ولكن بما ان خلاص القرار يعني نفذ فكلنا خلف منتخب مصر بندعم منتخب مصر ونتمنى التوفيق لكابتن ايهاب جلال وبنتمنى التوفيق للاعبي منتخب مصر اللي من وجهة نظري يعني كانوا يستحقوا ان هم يحققوا بطولة. نتمنى يكون ده بداية المشوار لتحقيق بطولة، خاصة واحنا عندنا لعيبة محترفين ومحليين على اعلى مستوى. طبعا دي لقطات من مران المنتخب النهارده. طبعا منتخبنا بيبدا مشواره في التصفيات، ولكن كمان المنتخب عنده حاجتين مهمين جدا، عنده تصفيات كاس العالم وده رهان كبير جدا، وعنده افريقيا اللي هتكون تحدي اول لايهاب جلال من بدايه التصفيات، تبدا تبان افكاره، يبدا يبان شغله. ارائنا كانت قبل كده مجرد كل واحد بيسجل موقفه وده طبيعي جدا، حتى على ترابيزه مجلس الاداره زي ما انت قلت كل واحد بيسجل موقفه، ولكن بدايه خلاص المنتخب هيروح هيلعب، كلنا بنتمنى طبيعي التوفيق ونتمنى اذا كان فيما يستحق الاشاده يكون الاشاده فعلا في موضعها، لو فيما يستحق النقد ما نروحش بقى للنقد اللي فيه شكل من اشكال التجاوز واللي شفناه كان بيحصل مع كيروش. احنا انتقدنا كيروش واشدنا بكيروش في اوقات كتيره جدا يا اسامه، كنا بندي الراجل حقه ككوره، انما كنا بنسمع كلام صعب جدا. ما انت ما تجيش اللي مدرسته كده ان هو يتغير، انسى يعني، هو 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 عايش بالترند ده، مفيش امل خالص، انسى القصه دي ما تبقاش طمع خالص. خالص يعني خلي يعني عندك برضو تعالى في التليفون في حفله هنعملها، النادي الاهلي خسر برضه هتفضل السياسه دي اللي حاصله. احنا قلنا مش احنا هنا جينا وقلنا ده شو بيتعمل وفي ناس بتدي دور من بدري، ناس بتدي دور ان هو مع النادي الاهلي وناس دايما ضد النادي الاهلي والمشاهدات بتزيد، ولكن في النهايه احنا يعني ما تستناش من الناس دي انها تطلع اي اعلام راقي او متحضر او حتى رياضي او في اختلاف لوجهات النظر. نروح نشوف المؤتمر الصحفي النهارده قبل المباراه ونشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم ورجعنا لكم في فقرات النادي الاهلي خط احمر. طبعا النادي الاهلي هو اللي بيشغلنا وقضايا خساره نهائي افريقيا امام الوداد هي اللي بتشغلنا. يمكن خلصنا ملف اتحاد الكوره وملف خطاب الاستضافه، عندنا بقى ملف مختلف تماما وهو فكره فوزي لقجع. فوزي لقجع هذا الشخص اللي خرج فجاه ليسيء للكره المصريه وتاريخها. تاريخ المنتخبات المصرية والأندية المصرية عريق مش محتاج إن احنا نيجي نوضحه، ولكن لما يجي شخص يستغل تتويج
نادي بينتمي لدولته في ظروف ما سيقت كلها وتم خدمتها كلها عشان توصل لنتيجة واحدة هي مفيش حاجة ممكن تحصل غيرها، بطريقة شبه كل أشكال السخرية من العالم، من صحفيين أفارقة وأجانب ومن كل الناس. لما يجي يطلع ويحقق البطولة بالشكل ده يطلع يكلمنا عن نهاية الاحتكار والفساد. الاحتكار والفساد لو انت فاهم ان النادي الاهلي كان بطل اخر نسختين فده الاحتكار، فانت هنا لا تعي التاريخ، لان الكرة المصرية هي اساس كرة القدم الافريقية. فوزي لقجع مواليد 1970 كان قبلها بسنة النادي الاسماعيلي بيحقق دوري ابطال افريقيا بمسماه القديم امام الانجلبير 1969. يعني لقجع قبل ما يتولد كانت الانديه المصريه بتكتب التاريخ اللي هو يجهله. طب لو انت تجهل التاريخ نعرفك، اما لو تعرفه وبتنكره فده اسمه تدليس. النادي الاهلي اللي كان بيحقق بطولات دوري ابطال افريقيا 82، كاس الكؤوس 3 سنين على التوالي 84 85 86، ثم بيعود 87 بيحقق دوري الابطال. ايوه، اول لقب بيحققه فريق مغربي في دوري الابطال كان الرجاء سنة 89، ثم الوداد سنة 92. كانت الأندية المصرية خلاص، الأهلي والزمالك والإسماعيلي كتبوا تاريخ. فإذا أنت فاكر أن النادي الأهلي بيحقق بطولتين فده الاحتكار، لا. الكرة المصرية طول عمرها هي رائدة في الكرة الإفريقية سواء أندية أو منتخبات. لما تتكلم عن تاريخ النادي الأهلي أو الأهلي طرف فيه، حضرتك محتاج تراجع تاريخ وتتكلم وانت واقف على النادي الاهلي، لان مقام النادي الاهلي كبير وكبير جدا، وده اللي انت ما تعرفوش. اما لو هنروح لبطولات اللي حضرتك انت شايف ان خلاص انتهى العصر وبدا الوداد ونادي نهضه بركان يحققوا بطولات، فكل حاجه بالورقه والقلم، ومش هنرد ردود مرسله، كامل الاحترام للجميع، ولكن انت تعديت على النادي الاهلي والكره المصريه واحنا مش هنعمل ده، احنا هنرد بوقائع. لما نيجي نروح لبطولة الوداد، لا قبل ما تروح للوداد، انت قلت لي اتولد سنة كام فوزي لقجع؟ 1970. لا هو في نفس سنة تحقيق الاسماعيلي البطولة، مش 69، الاسماعيلي 70. 70 وقبل ما نروح ل 88 و82 كان فريق المقاولين العرب ايضا بيحقق بطولات افريقية في الثمانينات، يعني عندك الاسماعيلي، اهلي، زمالك، مقاولين بيحققوا بطولات. فده كان لازم بس تبقى فاهم كويس قوي ان اربع اندية مصرية، ومش بس كده، الاتحاد المصري تم تأسيسه على ايد ثلاث منتخبات او ثلاث بلدان، مصر كانت اساس التاسيس لكره القدم المصريه، مصر اللي شاركت في كاس العالم 1934، مصر اللي حققت وصلت لمربع ذهبي في 1928. فاعتقد لما تيجي تتكلم عن تاريخ مصر او تتكلم بالشكل ده ما ينفعش يبقى ده الكلام اللي بيتقال في الصحف المغربيه وتبعت او تعمل تخلي حد يعمل مداخله متحدث اعلامي خاص بيك عن ان انا ما قلتش التصريحات دي او ان انا ما قلتش الكلام ده، خاصه واحنا لينا تاريخ كبير معاك خلال اخر اربع سنوات من تصريحات فيها اساءه للتحكيم. وحديثك تحديدا عن ان النادي الاهلي او المفترض طرفي النهائي يكونوا هم الرجاء والوداد، لا حضرتك عندك مشكله في القصه دي، لان اصلا فريق الوداد واصل بخطا تحكيمي للمباراه النهائيه، واي حد تابع لمباراه الاهلي والرجاء ذهابا ايابا كان شايف فوارق المستوى الفني ما بين الفريقين، سواء المباراه اللي اتلعبت في القاهره او المباراه اللي اتلعبت في المغرب. فان انت تطلع عشان حققت بطوله انت عارف جت ازاي وجت باي طريق وباي قصه وتوجيه وما فيهاش اي تكافؤ فرص، تبدا تقول انتهى زمن الحقره والفساد، اعتقد الامر ده هنقف عنده كتير جدا. وعشان كده احنا هنقف عند بطولات الوداد بما انه بيتكلم بعد او اثناء تحقيق الوداد البطوله. والله يا اسامه وانا برد برضه انا مش عارف احنا بنرد على رئيس الاتحاد المغربي ولا بنرد على نائب رئيس الاتحاد الافريقي وعضو المكتب التنفيذي، لان ده كارثه. انت لو بتتكلم على نائب رئيس الاتحاد الافريقي انه يطلع وهو كان ضمن الاتحاد الافريقي ويتهم فرق ان هي حققت بطولاتها بالفساد، فده امر انا ما شفتوش في العالم وغير مسبوق، وده شخص لا يعي بروتوكولات المنصب اللي هو موجود فيه، لان انت تمثل الكره الافريقيه لا تمثل نادي بعينه. واحنا بنرد بالمنطق والورق والمستندات والصوره.
طيب نبدأ من الوداد، رحلة الوداد. الوداد حقق 3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، أنت عندك بطولة منهم وهي 2017 كان الطرف الثاني فيها النادي الأهلي. عندنا موقف واضح، ركلة جزاء مستحقة لوليد أزارو لو نعرض الصورة في وجود بملكة سيما اللي لنا واقفة معاه برضو. دي لم تحتسب ركلة جزاء في بطولة 2017، اللقب اللي حققه الوداد اللي انت بتقول نهاية عصر الاحتكار والفساد. عندنا لقطة واضحة وصريحة اعتقد انت اللي محتاج تعلق عليها. دي ركلة جزاء واضحة في 2017، المباراة اللي انتهت بالتعادل 1-1، واللاعب اللي امام حضراتكم ده وليد أزارو اتعرض لظلم تحكيمي في المباراة دي مرتين، والمرتين كانوا مؤثرين جدا في المباراة. أولا ركلة الجزاء الواضحة اللي اعترف بها أي حد له علاقة بكرة القدم، حتى اللي فكر إن هو يقول إنها مش ركلة جزاء جه في لقطات مشابهة بعد كده واتكلم عن إنها ركلة جزاء، لكن الصورة واضحة جدا وأنت أكيد عارف إن دي ركلة جزاء. مش كده وبس، هدف التعادل اللي حققه فريق الوداد المغربي عن طريق أشرف بن شرقي وقت ما كان لاعب في صفوف الوداد كان فاول في نصف الملعب، الكرة كانت معانا وتحديدا مع هذا اللاعب وليد أزارو، وطبعا وهو رايح لنص الملعب فتح علي معلول عشان يستلم الكرة، فصلاح الدين سعيدي دخل شال أزارو بالكرة، والحكم بملكة سامية اللي له مواقف كتيرة جدا من توجيه البطولات تغاضى تماما عن احتساب الخطأ. طبعا كان علي معلول متقدم، اتلعبت الكرة في ظهره، اترفعت العرضية، جول، خلصت النتيجة 1-1 في مباراة. حسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي المغربي له تصريح بعدها، لما شفت انفراد وليد أزارو في الدقيقة 6 مر قدامي شريط مباراة النجم الساحلي في نصف النهائي، لأن شريط النجم الساحلي ده كان فوز النادي الأهلي بسداسية. أنت متخيل مدى القوة اللي كان فيها النادي الأهلي، وبسبب أخطاء تحكيمية وصلتنا بمرحلة 1-1، فراح الوداد يلعب لو بلوك في المغرب عشان يقدر يخطف هدف، وما كانش فيه توفيق لكرة الوليد أزارو وانفراد ربنا يشفيه مؤمن زكريا. دي كانت بطولة بتتكلم عن الحكرة والفساد، لكن عندنا بطولات تانية. عندنا بطولات تانية وعندنا تصريح أيضا مهم تقدر لما تشوفه تلخص سياق حاجات كتير جدا وتفهم هو الفرق بين فوزي لقجع والفرق بين الراحل عمرو فهمي نموذج الكرة الإفريقية اللي ينبغي ان تكون عليه. نطلع ونشوف الفيديو. سبتمبر 2018 انا وقفت ما بعملش حاجات، ما بخترعش يعني، ده لوائح الاتحاد الافريقي، لوائح الاتحاد الافريقي لجنه التحكيم بتعمل ترشيح للحكام، وانا بشوف مع رئيس الاتحاد وبعد كده انا اقول لهم اه ولا لا. تمام. وصلت للاخر الفيتا بتاع الكونغو كسب بركان، السنه مش السنه اللي بركان وصل فيها فاينل مع الزمالك، دي السنه اللي قبلها بركان اتغلب 3-1 من فيتا، ولقيت لك ماتش العوده عايزين يحطوا في، لو اتغلب 3-1 فكسب 2-0 ممكن يخش. تمام. قال لك حطيتهم حطوا له جسامه. دخلت بصيت، عندنا في الاتحاد الافريقي تعرف تشوف الحكم ده اخر ماتشات عملها، دخلت بصيت على جسامه تاريخه، لقيت ان جسامه في 2018 اخر سنه عمل الماتشات الاتيه، عمل الاهلي والوداد، عمل الوداد وزاسكو، الماتش اللي هو كان كانت مجموعه النادي الاهلي اللي هو كان الوداد لازم يكسب عشان يتاهل. تمام. اداله ضربه جزاء، اداله كارت احمر في الدقيقه 60، ما عرفوش يجيبوا جون، اداله ضربه جزاء في الدقيقه 60. عمل الاهلي والوداد، عمل فاينل بطوله الامم الافريقيه للمحليين في المغرب، المغرب ونيجيريا النهائي، ادى في اول 50 دقيقه ادى ضربه جزاء وكارت احمر للمغاربه. لصالح المغرب. بعد ماتش الاهلي والوداد الفاينل خد الطياره من المغرب مع المغاربه. راح من عمل الاهلي والوداد وطلع من المغرب على ساحل العاج، عمل ساحل العاج والمغرب، كسب المغرب، وكان اللي يكسب يروح كاس العالم. يعني راجل عمل ماتشين لنفس البلد في اسبوع. ده يا لقجع عمرو فهمي تربيه النادي الاهلي اللي رفض الفساد بجد، اللي رفض يمشي مع امور هو ما ترباش عليها في مدرجات النادي الاهلي. ده عمرو فهمي اللي بجد كان بيمثل الصورة اللي بنحلم بيها للكرة الأفريقية، مش الصورة اللي انت بتمثلها أبدا يا لقجع، الفرق كبير جدا. ده عمرو فهمي اللي بيحكي وقائع ازاي حكام كانوا بيجوا مباريات معينة باختيار معين وفي أدوار معينة عشان الفرق يتسهل وصولها لوقت معين أو لمراحل معينة في البطولة. ده عمرو فهمي اللي خرج من الاتحاد الأفريقي مرفوع الراس.
ده عمرو فهمي. اعتقد فرق كبير جدا ان انت تطلع تتكلم عن الحكرة والفساد وتاريخك يكون لا يؤهلك لده، وفرق ما بين عمرو فهمي اللي كان يقدر بشكل كبير جدا وهو راسه مرفوعة يتكلم عن اللي كنا بنحصل وكنا شايفين. رحمة الله على عمرو فهمي الشاب اللي رفض دولارات كتير وراتب من أجل محاربة الفساد. فلما تيجي تتكلم عن حد حارب الفساد بجد وكان مؤمن بقضية، لازم هيكون الرمز ده موجود، هو عمرو فهمي أحد أبناء مدرجات النادي الأهلي، فرحمة الله عليه. لكن هتقول إن ده مصري أهلاوي، فبالتالي ممكن تكون الشهادة بالنسبة لك مجروحة. طب ما نروح لرئيس الوداد شخصيا وهو بيتحدث عن اتفاق ربما تأخر بعض السنوات، نشوف الفيديو ونرجع نعقل. صحيح ان كانت هناك مساومه بان يعني بعض المسؤولين طلبوا منكم مواصله المباراه مقابل ربما باستثناء كله، بدون استثناء كلهم يطالبون كيقول لكم كملوا الماتش معنا، خلينا نديو هاد الكاس العام والعام الجاي ديالكم. العام الجاي ما كاين مشكل، العام الجاي ديالكم العام الجاي بقينا في الحياة. احنا ما كناش كنتفاوضوا، احنا تنطلبوا بالحق المشروع ديالنا. احنا لا كانوا ما بغي يفتحوا الباب ديال المفاوضه، احنا قلنا لهم شوف الله يجازيكم بخير، احنا كنطلبوا حاجه واحده، المنافسه العادله. احنا واش تكافؤ الفرص كتكلموا عليهم في الكومبيتيسيون في الكيت شارج اللي صيفطوا لنا احنا وقعناه معكم، كتقولوا لنا بان الفار راه كاين في النهائي، مزيان هي كان في الذهاب اخي يكون في الاياب. ده كلام رئيس الوداد وبيتكلم في واقعه ما كانش اي نادي مصري طرف فيها، مع كامل احترامنا للاشقاء في تونس، ده كان عن نهائي الوداد والترجي. ان الكاف بيتكلم عن وعد لفريق الوداد ببطوله. طيب ما نيجي نبص بالراحه كده، البطوله دي كانت 2019، ايه اللي حصل بعدها؟ اللي حصل بعدها في يوليو طلع قرار من الكاف ان المباراه النهائيه هتكون مباراه واحده في ملعب محايد من اجل تكافؤ الفرص. ايه؟ مباراه واحده في ملعب محايد من اجل تكافؤ الفرص، ده اللي كان في يوليو 2019. طيب ايه البطوله اللي جت بعدها؟ البطوله اللي جت بعدها صعد للمربع الذهبي الاهلي، الزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب، وكان في احداث كورونا، فبالتالي كان في امور استثنائيه. فقلنا ايه او قالوا ايه؟ قالوا لو في فريقين من مصر هم اللي صعدوا للنهائي البطوله تلعب في القاهره، ولو فريقين من المغرب هم اللي صعدوا للنهائي البطوله تلعب في المغرب. طب لو فريق من هنا وفريق من هنا، تعالى يا عم نعمل قرعه ونشوف هتطلع فين. طلعت في القاهره، صعد الاهلي والزمالك للنهائي، اتلعبت في القاهره. اذا اول بطوله بعد الوعد كان المغرب داخل بقوه في تنظيمها. طب تاني بطوله بعد الوعد ايه اللي حصل؟ المغرب هي اللي نظمت النهائي، لكن خرج الوداد في مفاجاه كبيره جدا من نصف النهائي، فاصبح طرفي النهائي الاهلي وكايزر تشيفز. طب تالت بطوله بعد الوعد ايه؟ هنروح برضو المغرب. هتروح برضو المغرب؟ طب هتعلن الكلام ده قبل البطوله؟ لا. هتعلنه في شهر فبراير؟ لا. هتعلنه في دور الثمانيه كالعاده؟ لا، انا هعلنه بعد ما اتاكد ان الوداد وصل للمباراه النهائيه، لان الوداد لو ما كانش وصل للمباراه النهائيه ما كانش المغرب هيشيل فكره ان احنا ننظم البطوله ودوهم السنغال. وصل الوداد للمباراه النهائيه، يمكن وعد اتاخر بس بالتاكيد الوداد وقتها قصر. الصور معانا بقى، لان احنا هنا اتكلمنا عن بطوله 2017 في البطوله اللي احنا فيها اللي حسمت. طب انت طلعت اتكلمت عن فكره النهائي كان ممكن يبقى ما بين الرجاء والوداد. طيب تعال نكلمك بنفس المنطق، وان كان اللعبه كانت من اكتر من زاويه، وكان في زاويه بتوضح ان اللعبه خبطت في الرجل ثم في يد المدافع، هنسيبنا من القصه دي. طب تعال انت في مباراه الوداد واضحه جدا مع شباب بلوزداد هنا، ودارك للجزاء في صوره تانية شباب كمان اللي فيها اصطدام الحارس بشكل اوضح، كان ركله الجزاء كفيله ان هي تطيح بالوداد خارج البطوله من دور الثمانيه. معانا كمان لقطات ليها بتوضح ازاي اللعبه دي كان فيها ركله جزاء واضحه، الحارس ما قدرش يلعب الكوره، بيصطدم بشكل واضح في جسم لاعب شباب بلوزداد وما بتحتسبش ركله الجزاء. مين اهو هي الصوره دي طبعا بتوضح كان يعني العمليه اقرب للمصارعه، الا لو كان الحكم اللي طلع شافها شاف ان هي ما فيهاش حاجه. مين بقى الحكم؟ الحكم هو امين عمر. يعني هنا القدر المضحك أكتر، أمين عمر بطل السنة دي في مشهدين هما الأسوأ تحكيميا على النادي الأهلي، سواء اللقطة دي اللي انتوا شفتوها معانا بأن الفار استدعاه وقال له تعالى الكرة فيها ركلة جزاء وشافها، ومع ذلك
راجع حسب قرار غير اللي كلنا شايفينه وغير اللي الناس كلها شايفاه. ده أمين عمر. على الجانب الآخر أمين عمر في الدوري في مباراة البنك الأهلي كان طرف مع النادي الأهلي في قرار كارثي بيخالف كل اللوائح اللي عند كابتن عصام عبد الفتاح واتقال بروتوكول الفار. يعني أمين عمر ساهم بلقطتين كارثيتين للأهلي منهم واحدة تخص بطولة للوداد. بس هل ده أسامة كان بس اللي حصل خلال بطولة 2022؟ لا طبعا. ولا حتى أيضا أنها كان في كلام لا حتى المباراة دي بس توضيح للناس أن ركلة الجزاء دي كانت هتطيح بفريق الوداد بره البطولة لأنها كانت في الدقيقة 89. يعني هدف الوداد خارج البطولة على الإطلاق. لكن رحنا للدور قبل النهائي وهنا اتعملت الاحساس بقى بفكره الوداد في النهائي وضحت قوي، وضحت في مباراه العوده. الوداد فاز خارج ارضه 3-1، الامر انتهى. اذا الوداد حط قدمه اليمنى في النهائي. ايه اللي يمنع الوداد من انه او يعرقل الوداد في خلاص النهائي اللي اصبح احتمالاته اكبر بكتير من احتمالات عدم وصول ليه؟ ان انت تحافظ على قوام الفريق. فدي كره لمدافع الفريق يحيى عطيه الله باك ليفت في فريق الوداد وقدم مباراه كبيره في النهائي. ده كان عنده انذار ودي كره والحكم كان مين؟ فيكتور جوميز وتغاضى عن انه يطلع الانذار الثاني في لمسه يد واضحه في قانون اللعبه بتقول ان تحسب لمسه يد وتدي انذار. ده ما حصلش مع مين؟ مع يحيى عطيه الله. يبقى انت كفيكتور جوميز هنا اللي مشهود عنك بالكفاءه التحكيميه، مشهود عنك بالكفاءه التحكيميه، خلاص يا جماعه اللقطه، مشهود عنك بالكفاءه التحكيميه، جيت في الدور نصف النهائي في ملعب المغرب، في ملعب المغرب تيجي ان انت ما تحتسبش لمسه يد ثانيه تديك طرد للاعب تحرمه من النهائي، انا هنا لازم يكون في شكوك ولازم اقول ازاي ده الراجل ده من اميز الحكام اللي في القاره واحنا كنا راضيين ان هو يكون حكم النهائي، لكن النسخه اللي قدمها في النهائي خلتنا نتاكد اكتر من الشكوك في عدم طرد يحيى عطية الله لاعب الوداد، خاصة وان فريق الانجولي كان مسيطر على المباراة بشكل كامل. نروح للنهائي، النهائي كان فيه لقطة واضحة زي ما أسامة بيقول لكم الشكوك بدأت تبان. احنا هنا يا جماعة البعض بيتكلم، احنا قلنا فيه تقصير فني وفي قصور في حاجات كتيرة جدا، ولكن أكيد ليك حق في حاجة ما ينفعش تسيبها. انت بتتكلم هنا في كرة اتحسبت فاول كان نتيجتها أحمد عبد القادر وطاهر رايحين انفراد. سيبك كمان من سرعه احتساب الفاول او المخالفه وصحتها، وان كان ما فيش اي فاول والكره صحيحه وكان هيبقى انفراد للاهلي. خد حاجه تانية، فيكتور جوميز اللي عارف ان في فار، هل من الطبيعي بالنسبه لك انه يتسرع في اطلاق الصفاره بالشكل ده؟ بمجرد يا اسامه ما اللعبه حصلت الصفاره، انت مش هتروح انفراد، ده انت فيكتور جوميز الحكم اللي كلنا بنشيد بكفاءتك، هتيجي الناس تقول اصل انت مش طول الوقت بتقولوا فيكتور جوميز، احنا طول الوقت بنقول فيكتور جوميز، بس انت رد عليا في اللقطه دي. لا خلينا ارد عليك، هقول لك ان انت ممكن لو مالكش سابقه مع الحكم توضح لك الحكم ممكن يعمل ايه، لكن تخيل ان الحكم ده في الدور نصف النهائي، في الدور نصف النهائي امام الوداد في ملعب النادي الاهلي في القاهره حامل الرايه في الدقيقه 4 بيرفع رايه تسلل سنة كام؟ على 2020 دور نصف النهائي رايه التسلل على مروان محسن. فيكتور جوميز بص على حامل الرايه ولكن طبق بروتوكول الفار ويتندسي طب رجع لتقنيه الفيديو طلع ان قرار فيكتور جوميز هو الصح برغم ان هو حكم الساحه مش حكم الرايه. فلما يجي نفس فيكتور جوميز في المباراه الدور قبل النهائي يعمل ده مع يحيى عطله ويجي في مباراة النهائي يوقف هجمة واعدة 2-1 انفراد، يبقى أنا هنا برضو لازم أقول أنا آسف يا جماعة بجملة الشكوك. طبعا يعني إحنا عندنا يا جماعة بنتكلم في صورة وحدث، يعني إحنا قلنا الحكم اللي كان ممكن ينتظر ويدي القرار وفقا للفار بقى لو هو اللي فيه مخالفة ما عملش ده. أنت مقتنع بده؟ أعتقد هنا عندك تساؤلات كتير جدا محتاج تسألها لنفسك. وضحنا ما يخص بطولات الوداد واعتقد عندنا جانب تاني في تصريحات هو بقى مباراه الاهلي والوداد تحديدا، الاهلي مقابل الوداد اللي هي هيد تو هيد بقى في ملاعبنا احنا، لو هي القصه قصه حكر وفساد، انا عندي في 2011 هدف لفريق الوداد من تسلل واضح في دور المجموعات، خرجنا من دور المجموعات بسبب المواجهات المباشره لان انا والوداد حققنا 7 نقاط. ده فين؟ ده في ملعبي. انا بتظلم فين؟
في ملعبي ده في 2011 ما اتحسبتش اوفسايد، وفي 2017 حضراتكم شفتوا الصوره في النهائي مع بملاك تسامية فين؟ في ملعبي برضو بتظلم في ملعبي امام الوداد. اسامه صوره 2011 اللي على الشاشه، بص اللاينز مان واقف فين؟ لاينز مان واقف صح جدا، واقف صح والكره ما فيهاش حاجه وما فيهاش اي صعوبه وهو مهاجم الوداد سابقه، ومع ذلك الهدف بيحتسب. لا هو واقف مع مهاجم الوداد مش واقف مع مدافعنا. واقف مع اخر مدافع لينا. مع المهم ان الكره في التسلل وده اللي نتفق عليه. عندي ايضا في 2016 وفي دور المجموعات بتظلم بالغاء هدف صحيح لمؤمن زكريا ايضا في دور المجموعات. دي كانت اخطاء هيد تو هيد امام فريق الوداد بتهزم، او اخطاء تحكيميه بتتدخل على ارضي بتمنعني من الفوز، وكمان طريق بطولات لفريق الوداد سواء 2017 او 2022. عندنا كلام كتير لسه مهم ولكن بعد الفاصل. الشوط الاولاني طبعا ممكن دي حاجه مش بعيده، لكن اقول حاجه فيها ان دايما بتبقى المشكله مش في ان يجي حد، المشكله ان المستقبل نفسه، يعني اللعيبه تبقى عندها استعداد، وده اللي ممكن نهيئهم ان شاء الله عليه ونطور نفسنا شويه ونقدر يبقى موجود دايما اخصائي. مش عايزين نقول نفسي بس يعني بخصائي رياضي يعني. ده بالنسبه للماتش، هو طبعا محمد جاي وعنده اندفاع جيد جدا، ودي حاجه يعني انا سعيد بيها زي اللعيبه كلها، اللعيبه الكبار كلهم جايين وعايزين يعملوا حاجه وعايزين يكملوا اللي هم بداوه قبل كده. ان شاء الله يعني يبقى في استثمار شويه لبعض الايجابيات اللي حصلت ونبتدي من عندها ان شاء الله. مش عايزين نلغي اي حاجه اتعملت قبل كده، وخصوصا ان احنا في وقت ضيق مش هنقدر نعمل حاجه كبيره من ناحيه الشكل العام. وانا قلت للعيبه ان انا مش جاي اغير الفرقه، انا جاي نحاول نخلي الناس تلعب بطريقه مختلفه على مدى اطول شويه، وفي نفس الوقت نحاول ان شاء الله نكسب من اول مباراه. يعني رامي ركب جريده الدستور، دي بتبقى صعبه جدا، وخاصه كمان ان حضرتك لسه متولي المهمه منذ فتره قليله. ثانيا عاوزين نطمن على موضوع الاصابات، احمد فتوح يمكن غاب عن المعسكر المنتخب كامل ان شاء الله باذن الله يكون جاهز باذن الله. محمد الشناوي طبعا ربنا يشفيه ان شاء الله، لو تحولت النتيجه المسحه بتاعته لسلبيه هل ممكن يتواجد في مباراه غدا؟ ولو لا قدر الله المسحه ايجابيه هل ممكن ما نشوفوش يسافر معاكم في المباراه القادمه باذن الله؟ التوفيق يا كابتن. انا ابتدي طبعا الاسئله مهمه جدا، ابتدي من الاخر شويه. الشناوي مش هيبقى معانا بكره، لكن هو معانا في المعسكر ان شاء الله مكمل معانا الفتره اللي جايه. احمد فتوح احنا جبناه النهارده، يمكن ما تعرفوش جبناه النهارده عملنا له بي سي ار طلعت ايجابيه، يعني هو عمل الحادثه وبعدين قلنا هنجيبه ونخليه معانا بقيه المعسكر. ده بالنسبة للشناوي، بالنسبة للفتوح، لكن هم لعيبة أساسية معانا طبعا، ودي حاجة من يعني بديهية، لكن احنا عندنا اللعيبة اللي تعوض يعني غياب أي لعيب. عندنا برضو النني لسه في شك في ان هو يقدر يلعب بكرة ولا لا، لأن تعرض لكدمة شديدة امبارح في التدريب فلسه بنشوف حالته، لكن اللعيبه كلها جاهزه ان شاء الله. يعني استاذنكم يسال سؤال واحد بس. السلام عليكم كابتن ايهاب جلال، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله في ماتش بكره ومنتخب مصر. سؤالي يتعلق بدي الضربه الاولى للكابتن ايهاب جلال في قياده منتخب مصر، هل هنشوف في تغيير في خطه لعب منتخب مصر عن فتره او مرحله كروش؟ وهل هنشوف ممكن بكره مفاجاه ان في لاعب جديد يكون في تشكيل اساس منتخب مصر؟ شكرا. لا يعني اجاوب السؤال الاولاني، انا قلت قبل كده، انا قلت ان احنا انا مش هاجي اغير تغيير كبير من اول مباراه، لان دي بتحتاج يعني حاجات مختلفه ووقت اطول شويه في ان انت تعود اللعيبه على طريقه لعبه مختلفه شويه، وخصوصا المنتخب بيبقى مختلف شويه عن الانديه، الوقت ما بيبقاش كبير، وفي نفس الوقت بنعتمد غالبا بعد ربنا على امكانيات اللعيبه او اللعيبه الجيده اللي بتبقى عندك
اكتر من نادي شويه. ف يعني انا ما بقولش ان احنا نغير تغيير كبير، دي احنا هنحاول ان احنا زي ما قلنا نحافظ على نفس الشكل مع تطوير بعض الحاجات، منها ان احنا نحافظ على الكوره شويه ببعض الاوقات، ودي يعني ان شاء الله مهمه بالنسبه لنا مع وجود اللعيبه الكبار اللي موجودين. يعني اكيد كل التوفيق لمنتخبنا المصري اللي اكيد زي ما بنقول لكم دايما نجاحات منتخب مصر، نجاحات النادي الاهلي، نجاحات اي نادي مصري اكيد بتعم بفايده على الكره المصريه. ولكن كتير جدا بيتكلموا او بيسالونا بعد المقدمه اللي احنا اتكلمنا معاكم فيها دي هنبدا منين؟ اقول لكم هنبدا منين؟ هنبدا من مفتاح اللغز. هنبدا من الحته اللي خلت النادي الاهلي لما يبعت للكاف مجموعه من الطلبات او طلب استضافه يترد عليه باول حاجه ان لا، احنا كان في خطاب لتقدم الانديه المصريه من خلال اتحاد الكره لان الدوله هي اللي بتستضيف نهائي افريقيا، وحضرتك اتحاد الكره المصري ما تقدمش. هنبدا من هنا لان انا في رايي كل ما فعله الكاف استغل ليه ستار هو الخطاب ده. كل اللي عمله الكاف بعد كده من موبقات ومن اساءات ومن فساد ومن كل حاجه تتخيلها كانت بدايتها هي النقطه دي، نقطه تعتيم الاتحاد المصري لكره القدم على خطاب استضافه نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا ده الخطاب قدامكم اللي كان في تاريخ 19 يناير، وهنروح لقصه الخطاب بعدها وكل حاجه. احنا هنا في قناه النادي الاهلي وهنا تحديدا في الفقره دي فكرتنا ان قصه الخطاب مش هتتفرق دمها بين القبائل، وحق النادي الاهلي مش هنتوه ونقول هو راح فين فيما يخص الشق المصري اللي يخص اتحاد الكوره. وعلى فكره القصه ما تخصش الاتحاد ده بس، القصه تخص تعطيل النادي الاهلي من اتحادات كتير مختلفه، سواء انه لما كنت رحت خسرت من صن داونز بخماسيه وبتلعب قبلها ببرج العرب مع الزمالك في اجواء كلنا فاكرينها، ثم الاتحاد قبلها ب 48 ساعه تروح تخسر من صن داونز. حتى يا اخي قبل مباراه المقصه، قبل مباراه صن داونز العوده لعبوك مباراه المقصه ب 48 ساعه. حاجات كتير جدا كنا بنتعطل فيها طول الوقت، خطابات فيها مصلحه النادي الاهلي بتختفي، خطابات فيها ضرر على المنافسين بتختفي، بس في الحالتين الاختفاء سره مختلف، ايقاف قيد ومشاكل وبتاع داري، بس حاجه فيها مصلحه النادي الاهلي داري، بس هنا عشان تضر النادي الاهلي وهنا عشان تخدم اطراف تانية. النادي الاهلي في قصه الخطاب دي يا اسامه اكيد هيكون عندك تعقيب في البدايه قبل ما نروح للفيديوهات، اعتقد هنروح ونقول للناس الخطا فين بالظبط. لا، هو الخطاب ده كان مصيره زي خطابات كتيره جدا جدا جدا. احنا دلوقتي بقينا في اتحاد الكره بنبحث عن طاقيه الاخفاء. الدرج ده فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه فيل. الدرج ده فيه ايه؟ فيه خطاب. احنا دلوقتي كل خطاب بيدخل من شأنه الإضرار بمصالح النادي الأهلي بيتم إخفائه، لدرجة إن طلع أحد رؤساء الأندية تحدث بوضوح وقال إحنا أخفينا خطاب إيقاف القيد حتى نحافظ على استقرار الفريق للحصول على درع الدوري، وطلع رئيس اللجنة الثلاثية الأستاذ أو المهندس أحمد مجاد يدافع ويقول أنتم دخلكم إيه؟ ده خطاب ما يخصش أي حد غير نادي واحد. لا حضرتك، المفهوم خاطئ، ده يخص كل الأندية، بل كمان الأهم يخص لاعبين. أنا عشان أتعاقد مع لاعبين مصير اللاعب ده إيه؟ ما هو مش هيتم قيده، طب بتعاقد ليه؟ ما بشوف فرصة تانية، وليه يحصل إعارة؟ وليه يحصل بند عقد ثالث؟ وانتقالات الجسر اللي لسه ممكن نشوفها في فترة الانتقالات القادمة. فكل خطاب بيجي فيه مشكلة بيتم إخفائه، زي الخطاب ده بالظبط تم إخفائه. ولكن إحنا قلنا عارفين حقنا فين، لكن للأمانة أنا مش قادر أفرق بين اتحاد أو لجنة ثلاثية أو اتحاد مسؤول جاي بانتخابات الاتحاد كرة القدم. إحنا بقى هنعرف الاتحاد ده اللي بيرمي الكرة على الاتحاد اللي قبله، والاتحاد اللي قبله اللي بيرمي الكرة على الاتحاد اللي بعده، القصة هتروح فين، ونشوف مين العامل المشترك اللي لازم يتحاسب وما يكونش فيه موظف غلبان كبش فدا. بمناسبة كبش الفدا هو ده اللي هنبدأ نروح منه، لأن اتحاد الكرة طلع خبر امبارح مش هو رسمي، ده خبر بإقالة 12 موظف، ببساطة بالونة اختبار، وأصلا حتى ما فيش كبش فدا.
جمهور النادي الأهلي هياخد الخبر ويهدى، ولا جمهور النادي الأهلي هيفضل بيدور على المتسبب الرئيسي في الأزمة؟ أيوة هنفضل ندور على المتسبب الرئيسي الأزمة، لأن ده بداية الخيط. هنرجع بيكو ونشوف أصلا بداية تصريحات اتحاد الكرة قبل النهائي بفترة كان شايف القصة إزاي، وكان وقتها الأمور أهدى، وكان وقتها في كلام ينفع يتقال على لسان الأستاذ إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. نطلع ونشوف، وعندنا تعقيب مهم. أنا سامعك طبعا هاني وأنت بتتكلم، ليه ما تقدمناش بطلب؟ أيوة. إحنا الفتح باب التقدم بطلبات كان قبل الاتحاد الحالي ما يجي ويتسلم زمام الأمور في الاتحاد المصري لكرة القدم. الباب أغلق أيوة بعد ما إحنا جينا، لكن طبعا انت جيت يوم 5 كانت الانتخابات على ما الاجراءات بتتاخد للسلام والتسلم، فطبعا ده كله كان موجود في عدم وجودنا كاتحاد منتخب خلال وجودنا او تولينا للامور، فبالتالي الامر ده كان موجود مع اللجنه اللي كانت موجوده قبل كده. أيوة. وبتمثل او بتدير الكره المصريه. طبعا ما ساعدناش. طيب اعتقاد لا انا بس أتفضل. اعتقادي ان لازم عشان الاتحاد يتحرك ده بيبقى بناء على طلب من الانديه المشاركه في دوري رابطه الابطال، سواء كان الزمالك في ذلك الوقت والاهلي طبعا اللي مواصل المشوار حتى المباراه النهائيه، زي ما انت قلت دلوقتي ان مثلا بيراميد طلبت في الكونفدراليه من الاتحاد او في اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت وبناء عليه تقدموا بطلب، فده طبعا بيبقى مشروط الاتحاد لا يتقدم من تلقاء نفسه من الانديه المشاركه اللي بتطلب. اعتقد انه بيكون الاتحاد برضه مسؤول، لانه مثلا السنغال ما عملهاش ممثل في بطوله دوري ابطال افريقيا وقدمت طلب لاستضافه النهائي. كلام يبدو لك حلو، يبدو لك مرتب، ولكن صدقني ما فيهوش ولا كلمه صح. على فكره لا ابالغ، ولا كلمه صح. انا شخصيا ما اشتريتش الكلام ده، زي كتير من جمهور النادي الاهلي اللي واثق ان هم مش هيشتروا الكلام ده. اولا فكره احنا استلمنا يوم 5 والساعه ويوم 6 صحينا متاخر شويه فوصلنا للاتحاد يوم 7 والكلام ده كان بدايته مع الاتحاد القديم. طيب انت تاريخ استضافه اصلا الطلب اللي خطاب الاتحاد الافريقي اللي عرضناه في البدايه 19 يناير، يعني حضرتك كنت 5 و6 و7 لحد يوم 19 موجود في الاتحاد. الخطاب اللي طلعناه في بدايه الفقره 19 يناير، يعني كل اللي اتقال عن الشق ده كلام ليس له اساس من الصحه، قصتك انت والاتحاد الاخر دي هنروح لها واسامه هيكلمكم فيها وبعدين دي مش مشكلتي، انا بكلمك بشكل واضح، انت عندك خطاب 19 يناير، يعني حضرتك كنت موجود من 5 يناير. كل اللي اتقال في الجزئيه دي غلط. تعالى بقى نروح للحته الاهم. اصل جرى العرف ان القصه ان النادي هو يقول للاتحاد ان هو عايز يستضيف فالاتحاد. طيب هو انت اصلا قلت لي؟ يعني هو انت اصلا الكلام ده لو الاتحاد الافريقي بيبعت للنادي فالنادي يقول للاتحاد المصري انا عايز انظم، هو انت اصلا اخترتني؟ انت اصلا بعت لي؟ انت قلت لي ان جالك خطاب وبالتالي هل ترغب ان انت هتكون مكمل في البطوله، او ممكن زي السنغال انت عندك رغبه ان انت تكمل لوحدك خالص او تستضيف بغض النظر في نادي ولا لا؟ حضرتك كلامك غير مظبوط بخصوص التواريخ وخصوص هل ده يخص الاتحاد السابق ولا الحالي. حضرتك كلامك غير مظبوط بالمره فيما يخص دور النادي الاهلي اللي ما ينفعش انت تلومه في دور وهو اصلا لم يخطر. فاعتقد من بداية الموضوع واضح القصة، بنخلص من مصيبة بنرميها على حد وخلاص. أو يمكن حتى يعني الزميل هنا تحوت قال له لا، علاقة الأندية بالموضوع الاتحاد السنغالي كان مقدم في الملف قبل ما يحصل الانسحاب، وده لوحده بيرد على أي حد بيشير بأصابع التقصير للنادي الأهلي، ولكن هو قال أصل الموضوع مش متعلق بينا والخطاب يوم 19. الأهم كمان أن اتحاد الكرة بدأ من يوم 7 اتخاذ قرارات كاتحاد منتخب بشكل شرعي تماما، فبالتالي فكره ان انت لما يجي لك الخطاب يوم 19 وتقصر في ارساله، واللي هنعرف كمان لما بدات التواصل مع وزاره الشباب والرياضه تبعت ايه وبطولات ايه وايه اللي يتحقق وايه اللي ما يتحققش، ده هنتكلم فيه. لكن خلينا نروح للاتحاد القديم، ليس كل ما يعرف يقال. هل الموضوع عندك يا باشمهندس احمد مجاهد؟ نطلع ونشوف الفيديو. ليه ما قدمناش طلب بخصوص استضافه نهائي دوري ابطال افريقيا النسخه دي؟ طب نرجع شويه. اولا حد بلغني ان حد من الزملاء الاتحاد بيقول ان الكلام ده كان في عهد الاتحاد السابق او اللجنه السابقه. ايوه. في جوابات سهله جدا موجوده في الاتحاد ممكن تطلع بمنتهى السهوله. الموعد النهائي لتقديم طلب استضافه المباراه النهائيه في نهايه فبراير. نهايه فبراير. 28 فبراير. تمام. الاتحاد الجمعيه العموميه للاتحاد
يوم 5 فبراير توقعات البنك في توقعات اتغيرت يوم 5 فبراير يوم 5 يناير اسف يوم 6 يناير اتخذ الاتحاد قرار بالفعل يعني مثلا له قرار اللعيبه اللي ما تتنقلش 50 كيلو مش عارف زاد عدد التغييرات في القسم الثاني والثالث مش عارف ايه بعد كده حصلت اجتماعات كبيره مجلس الاداره يعني تتكلم في شهرين الا 5 ايام بالظبط ده كان على الديدلاين تمام للتقديم فالمساله يعني هو انا مش عايز يعني الوم على حد وانا ما بحبش كل الناس الزملاء على راسنا من فوق لكن يعني اما وان ذكر ان المساله يعني الاتحاد القديم لا هو اليوم النهائي الموعد كان يوم نهايه فبراير والاتحاد كان تسلم من شهرين من شهرين الا 5 ايام تمام حلو جدا كلام الباشمهندس احمد مجاهد كلام منطقي سيبك من ان الخطاب جه في ديسمبر او جه في يناير وان الاثنين يتحملوا المسؤوليه لكن هو قال لك ان اخر موعد هو نهايه فبراير يعني المفترض لو انا كسلت يا سيدي ما بعتش في ديسمبر او في يناير انا جاي بعدي اتحاد منتخب اتخذ قرارات قبل تاريخ 19 يناير كان يقدر من ضمن القرارات دي يحط قرار تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا قبل نهايه فبراير كلام منطقي جدا اذا هل كده تفرق الخطاب ما بين القبائل واصبح الدرج ما فيهوش فيل واصبح الدرج فيه خطاب طاقيه الاخفاء نزلت على الخطاب ده في المجلس المعين او المجلس او اللجنه الثلاثيه والمجلس المنتخب طب ما بالعقل كده هو مش كل اتحاد له مدير تنفيذي كل اتحاد ليه مدير تنفيذي ولكن القصه كلها في رغبه المدير التنفيذي ايه وده اللي هنسمعه بعد ما وصلنا لفكرة إن كان الاتحاد الحالي وأنا بأؤكد الحالي في يده كل الأمور المتعلقة باستضافة المباراة نطلع بقى نشوف تصريحات المدير التنفيذي وهو أحد أهم المسؤولين في أي اتحاد في العالم بيفسر إيه وبيتكلم لا إزاي لا ومش أحد أهم المسؤولين في أي اتحاد في العالم وأحد أهم المستمرين في كل الاتحادات وكل اللجان في منصب المدير التنفيذي ده اللي هيفسر اللي هو قاله فنطلع نشوف الفيديو ونسمع الكلام اللي اعتقد برضو انتم مش هتشتروه زي كلام استاذ ايهاب الكومي نطلع نشوف الفيديو برضو السؤال يعني هل يعني مثلا لما وصل الجواب للاتحاد اللي كان بيرقصه السيد احمد مجاهد ما ابداش اهتمام ليه ما بعتوش للانديه بيراميدز بعت بس عرفت انه كان اجتهاد اعلامي دي حلقه مفقوده في الموضوع يا دكتور وليد ما انا زي ما بقول لحضرتك هو عشان لسه نظام جديد فوارد ان يحصل فيه اي نوع من انواع الارتباك او اللخبطه فعشان كده بس هو مفترض ان انا النهارده داخل البطوله وعارف ان اولها يمكن اول خطاب جه خاص بنظام البطوله كان في 6 ديسمبر او 9 ديسمبر حاجه زي كده نعم ومحدد نظام البطوله ومحدد ان اخر مباراه هتتلعب بالطريقه دي وهتتلعب على ملعب واحد مش بنظام الذهاب والاياب. نعم. فانا يعني اعتقد ان كان يعني كانت حاجه غير مقصوده او ما الى ذلك يعني. هل على اداره النادي الاهلي اي لوم في عدم مخاطبه الكاف يا دكتور وليد؟ لا هو النادي الاهلي لازم بيخاطب عن طريق الاتحاد المصري. واللي هو اصلا يعني الاتحاد لازم يخاطب الانديه فالانديه تخاطب الاتحاد ثم الاتحاد يخاطب الكاف لو انا بتكلم مزبوط. صح قول لي صح مظبوط يا فندم لانه برضو البعض يعني قال انه طب النادي الاهلي ما خاطبش مباشره ليه اعتقد كلام حضرتك كده بيبين انه مش من حق النادي الاهلي على الاطلاق يعني خلاص يا جماعه هنقفل القضيه مش محتاجين نتكلم فيها طلع خطا غير مقصود استاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره قال لنا ان هو خطا غير مقصود خلاص حصل خير معلش يا استاذ وليد الاخطاء وارده حضرتك دوست على رجل واحد فبتقول له خطا غير مقصود انا اسف ده كلام يعني انت بتتكلم في حظوظ فريق وبتعترف ان لم يكن للاهلي القدره على التقدم لاستضافه البطوله او النهائي الا من خلال اتحاد الكره يعني انت حرمتني كاداره من حق المشروع وتقول لي خطا غير مقصود اصرفها فين جمهور النادي الاهلي يصرفها فين 80 مليون اهلاوي يصرفوا خطا غير مقصود فين خطا غير مقصود ده حضرتك لما تكون معاك مشكله مع واحد في الاتحاد او قلت له كلمه فهمها غلط انما ده تقصير في حقوق النادي الاهلي تقصير في اداء مهام وظيفتك وواجبك والموضوع ده لمصلحه مين
هل لمصلحة ناس بنوري لما كانوا موجودين كنا بنستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا وبننظم كأس الأمم الأفريقية وكنا أقوياء قوي، بس لما مشوا بصوا بقى وضعكم إيه؟ على فكرة لو ده وارد حضرتك كاتحاد كرة أستاذ جمال علام، كابتن محمد بركات، كابتن حازم إمام وكل اللي موجودين في الاتحاد، أنتوا أولى تحاسبوا المدير التنفيذي اللي كان ده هدفه. أما لو هدفه حاجة في وجودكم فإحنا قصتنا معاكم أنتم، فلازم بكل الناس كل المسؤولين في اتحاد الكرة، رئيس اتحاد الكرة مرورا بكل الأعضاء بلا استثناء، الكلام ده يا جماعة لما بنحصل في الاتحاد الأفريقي اللي احنا بنقول عليه فيه فساد ومشكلة يا أسامة، تعالى ارجع لقضية أحمد أو غيرها من القضايا، هتلاقي بينزل ملف PDF عبارة عن 60-70 ورقة بيقول لك التحقيقات حصل فيها كذا والقرار كذا ورجع حصل كذا. الاتحاد اللي احنا بنصفه بالإهمال وبنصفه بده وعندنا مشاكل معاه، حضرتك فين إدارة الأزمة؟ أنا عايز قرار، عايز بشكل واضح يتقال ده وصل يوم كذا، مين اللي استقبله، عمل بيه ايه، ننتهي لقرار معين بفصل موظف، ايقاف موظف، تحويل موظف للتحقيق. انما خطا غير مقصود لنا كاهلاوي ولا غيري من الاهلاويه مستحيل يقبلوها. مفيش اصلا خطا غير مقصود. ليه مفيش خطا غير مقصود ونثبت ان الخطا كان متعمد وكان منوط او موجه تحديدا للنادي الاهلي؟ ده هنعرفه منين؟ لان الطبيعي انت لما بتيجي تنظم بطوله بيكون في موافقات على البطولة دي وبيتدخل فيها وزير الشباب والرياضة في بعض البطولات، فبالتالي بيروح له على الأقل خطاب يقول له أصل احنا عايزين ننظم البطولة 1 و2 و3. فهل فعلا الخطأ اللي اتكلم فيه العنصر المشترك؟ يعني ايه العنصر المشترك؟ الشخص اللي كان موجود في اللجنة الثلاثية مع المهندس أحمد مجاهد دوره مدير تنفيذي هو نفس الشخص اللي موجود مع المنتخب او الجهاز المنتخب او مجلس اداره الاتحاد المنتخب برضه دوره مدير تنفيذي. فلو في احد يعني يتوجه اليه اصابع الاتهام بالتقصير فاول واحد هيتحط في القائمه هو المدير التنفيذي، وده مش معناه اننا بنعفي مجلس اداره اتحاد كره القدم من المسؤوليه سواء الاستاذ جمال علام او الاستاذ خالد رندلي او الاستاذ عماد متعب او حازم امام او الاستاذ ابو الوفاء اللي طلع امبارح وقال انا يا جماعه ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. لا استاذ عماد، كابتن عماد متعب، كابتن بركات وكابتن حازم امام، قلت عماد متعب؟ لا، عماد متعب نائب رابطه الانديه. او الاستاذ محمد ابو الوفاء اللي اتكلم وقال يا جماعه انتوا يعني جايبيني فين، ده انا ما اعرفش اي حاجه اصلا عن اللي انتوا بتقولوها دي، وعايز اقول لكم ان ما فيش 12 موظف في الفصل ولا حاجه. فيعني دور جميل جدا لاعضاء ومجلس اداره اتحاد كره القدم المصريه. طب نشوف الخطا متعمد ولا غير متعمد، هنجيب بقى الدكتور اشرف صبحي ده وزير الشباب والرياضه. لو في رد عند المدير التنفيذي او عند اتحاد الكره على وزير الشباب والرياضه يطلع يرد. نسمع بقى وزير الشباب والرياضة قال ايه. وده ليه؟ لان دورنا ودوري كوزير وزارة عارفينه كويس جدا. في استضافة البطولات القومية لينا دور، لان لازم الاتحادات تاخد حاجة اسمها الضمانة الحكومية، الالتزامات اللي موجودة. ده في حالة المنتخبات واستضافة الألعاب. فقط في حالة الأندية مش دور. في اتحاد محلي واتحاد أفريقي ونادي بيمارس. نادي بيطلب ان هو يستضيف ويعمل ده من تحت لفوق من النادي الاتحاد للاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي. ولو الاتحادات هي اللي بتعلن يبقى تعلن على اتحاداتها وتحداتها للانديه. مفيش تدخل زي ما بعيد عن هذا المنطق تماما خالص. والفتره الاخيره يمكن الاتحاد الكوره بعت لنا على استضافه مصر بطولة افريقيا الشرقية وبطولة افريقيا النسائية وبطولة الكونفدرالية. يمكن انا قبل الرد قلنا الحاجات المجمعة يعملوا دراسة مالية، اما الاندية اوتوماتيك ما ترجعش. انا عايز يقدم يعني. فده بس عشان الحتة دي تتلقى، وفي الاخر الوزارة هي الام والاب الكبير لكل المؤسسات. وصورتنا لازم تكون متنة سياسية لان احنا بنتعامل مع اشخاص بشكل حساس جدا. يعني الحمد لله احنا علاقتنا دلوقتي بالجزائر على منتهى العلاقه السياسيه الجميله وعلاقتنا مع اشقائنا في المغرب، وده دور الوزير الكامل. خلينا نقف نقطه نقطه كده عن تصريحات الدكتور اشرف صبحي اللي هو بيقول من الاخر كده مختصر مفيد في ثلاث كلمات الوزاره ملهاش علاقه يا جماعه. الوزاره ملهاش علاقه.
احنا لينا علاقه فقط لا غير بالبطولات المجمعه، البطولات المتعلقه بالمنتخبات. لكن لو الموضوع متعلق بالنادي بيطلب ويسلم الورق خطاب للاتحاد المحلي، فالاتحاد المحلي يرفع الخطاب للاتحاد القاري او الفيفا، فده اجراء يخص النادي. ولو العكس ان الاتحاد القاري عايز ينظم مسابقه من خلال الاتحادات المحليه بيبعت للاتحادات المحليه والاتحادات المحليه تبعت للانديه. مبدئيا مفيش حاجات النادي الاهلي، ده رقم واحد. لكن طب انت بقى مسكت ان الموضوع متعمد منين؟ برضو من تصريحات سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي، قال جمله مهمه جدا، قال ان الاتحاد المصري لكره القدم ارسل له ثلاث بطولات، كره شاطئيه، كره نسائيه، والكونفدراليه. وهنا سنقف قليلا بل كثيرا. الكونفدراليه اتبعتت ليه من الاتحاد المصري لكره القدم تاخد موافقه وزير الشباب والرياضه، وفي نفس الخطاب اللي ممكن نستعرضه بقى تاني نشوف السبع بطولات اللي جايين في الخطاب اللي اتبعت من الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري. الله ينور عليك، دول السبع بطولات. هتلاقي كره شاطئيه، كره خماسيه، اول بطوله دوري ابطال افريقيا، اول بطوله محطوطه النهائي، تاني بطوله الكونفدراليه. تمام، ارجع لي بقى. اذا الخطاب واضح، سبع بطولات بينظمهم الكاف بعتهم للاتحاد المحلي، اتحاد مصر، الاتحاد المصري. هي يا شباب عايزين تنظموا اي حاجه من البطولات دي؟ خدوا الخطاب وعبد المنعم ابراهيم طاقيه الاخفاء على النادي الاهلي، لكن لما راح للوزاره راح ببطوله شاطئيه ونسائيه وكونفدراليه. راح ببطوله الكونفدراليه اللي كان مشارك فيها مين؟ بيراميدز. نادي بيراميدز اللي اعلن من خلال الصحف ان هو عارف القصه، لكن نادي بيراميدز بره. طب رد دكتور اشرف صبحي عليهم ايه؟ قال لهم لا، موضوع الانديه ماليش علاقه بيه، اعملوا لي ميزانيه عن موضوع الكره الشاطئيه والكره النسائيه. هنا بقى الخطا ده ينفع يتقال عليه انه خطا غير مقصود؟ لا، ده مقصود ومقصود ومقصود. لما تستبعد اول بطوله من السبع بطولات في الخطاب 19 يناير تبقى قاصد، لما تخفي الخطاب عن النادي الاهلي وعن الاعلام تبقى قاصد. انت ما كنتش عاوز النادي الاهلي يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا. واحنا هنا مش بنتكلم، احنا بنتكلم باسم النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، لكن مش بنتكلم بس على المصلحه الشخصيه اللي تخص النادي الاهلي. ده فيه متقدم طلب احاطه واضح وصريح من نائبه بتتكلم عن ازاي مصر خسرت تنظيم نهائي زي ده، من حجز فنادق لحجز طيران لتمويل جاي من الكاف، سياحه، سفر جمهور، سياحه، كل ده. وفي الاخر الاخر قالت وفرص النادي الاهلي والزمالك اللي كان موجود وقتها انه ممكن يحقق البطوله دي. انت ازاي اتحاد مقصر بالشكل ده؟ ان في تقاعس وبيروقراطيه في التعامل وفي طلب احاطه، ده كلام حد عارف يعني ايه مصلحه مصر، ده كلام حد عارف ان القصه مش قنبله هتترمي هنا او هتترمي هنا او هتترمي هنا وكله يطلع يبرق نفسه. لا، دي سمعه مصر الرياضيه اللي بتتراجع افريقيا، واي مسؤول المفترض يتحاسب عندها، اي مسؤول بمعنى اي مسؤول، لان المفترض ان انت دور مصر الريادي في افريقيا اكبر من كده في كره القدم. ما ينفعش نسمح بدول ثانيه انها تتحكم في الرياضه الافريقيه لكره القدم. مصر في كل المجالات ماشيه للامام، عندنا في الرياضه ما تفهمش فيه ايه، ما تفهمش ايه القصه. موضوع صعب جدا، موضوع اتمنى يكون وضحناه بشكل كبير جدا. ولكن قبل ما نطلع الفاصل انا عندي سؤال بسيط جدا جدا. يعني احنا اتكلمنا وقلنا ان الخطابات بتختفي، فافتكرت فيلم طاقيه الاخفاء. هل هو كان قدري ان دور عبد المنعم ابراهيم في الفيلم ده يكون اسمه عصفور؟ نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، ودائما الاهلي خط احمر. وبمناسبه ايضا تصريحات لقجع عن نهايه عصر الفساد والاحتكار، حابب بس سريعا قبل ما نروح لنهضة بركان اللي هو فتاه وفريقه اللي هو بيشرف عليه واللي تاريخه معاه اداريا، قبل ما نستعرض بطولات نهضة بركان تساؤل بس. نهضة بركان
قال ان هو وصل ثلاث نهائيات حقق بطولتين، النهائيات دي 2019 و2020 و2022. هل مش غريب بالنسبه لك النادي العملاق على مستوى الكونفدراليه ده واللي وصل ثلاث نهائيات في اخر اربع سنين خد منهم بطولتين، مش غريب بالنسبه لك ان في تاريخه في المغرب كله ما خدش غير بطوله كاس واحده؟ مش غريبه بالنسبه لك؟ مش غريبة بالنسبة لك إن في نفس الفترة من 2019 ل 2022 بينهي الدوري تقريبا في أغلب الأوقات بأقل 20 نقطة من البطل؟ مش غريبة بالنسبة لك؟ لا، هي غريبة، ولما نيجي للسياق اللي احنا جايين له ده هتفهم ليه غريبة وليه نهضة بركان بالقوة دي في الكونفدرالية وبالضعف ده في البطولات المغربية. بدايتنا مع بطولة 2019 اللي كانت على 2020 اللي كانت على حساب نادي بيراميدز. النهائي كان ظلم بين في وجود اليو منيانت وسي كازوي على الفار، ونسمع احمد الشناوي قال ايه عن خساره بيراميدز للنهائي. تعالى بقى هدف المباراه يعني انا عايز اشوف التلفزيون باين ان في لمسه يد على المهاجم، والنهارده اي شكل من اشكال لمسه اليد بيعاقب بلمسه اليد. ازاي اللي هو ما يشوفهاش، لكن ازاي حكم الفار اللي هو سيكيزوي جاني سيكيزوي اللي هو حكم ماتش الاهلي الاولاني في التعويضات ازاي ما يجيبوش؟ اذا وبعدين ايه تنتهي المباراه بهذا الهدف؟ اذا النهارده تقول ان التحكيم لا كان له دور كبير في، بغض النظر احنا مش ضد ان الفريق نهضه بركان كسب، ما كان ممكن يبقى الكلام ده للفريق برضه بيراميدز. انا عايز اقول ان الاخطاء التحكيميه كان لها دور في تحديد فائز في المباراه. يعني ده شيء يعني كان صعب يعني معنى كلامك ان بيراميدز خسر بفعل فاعل. يعني خطا تحكيمي واضح اخطاء تحكيميه رغم ان في فار. طب يعني لو ما فيش فار هيعملوا ايه؟ طبعا ده زمن الاحتكار اللي بالمجهود. اكيد يوسف اداو مدافع نهضه بركان بيسجل هدف من لمسه يد هو هدف الفوز على بيراميدز، وما كانتش دي بس اللقطه الوحيده، ده كان في ايضا يا اسامه طرد ضربه واضحه لمحمد فاروق وايضا تم التغاضي عنها، ودي بطوله خدتها نهضه بركان في زمن الاحتكار اللي بالمجهود اللي فوزي لقجع بيتكلم عليه. طبعا يعني لقطه واضحه جدا فيها طرد ضرب متعمد بدون كره، والغريب ان في نهايه المباراه نفس الصوره دي، فالفار حاول ياكد لنا بقى خلاص يا جماعه بعد المباراه انتهت. ده طبعا العربي بالناجي وضرب واضح بدون كره كان يستدعي طرد، واعتقد ده كان في بدايه المباراه والنتيجه كانت لسه 0-0، كان ممكن يدي افضليه كبيره جدا لفريق بيراميدز في الدقيقه 8، كان يدي افضليه كبيره جدا لفريق بيراميدز لان المباراه كانت بتلعب بدون جمهور، وده دي مباراه نهائيه. لكن حتى في المباراه البطولة اللي فاتت وكان المواجهة مع فريق مازيمبي في الدور نصف النهائي حدث ولا حرج. يعني ايه حدث ولا حرج؟ يعني الأجواء اتسنطرت بشكل مظبوط المظبوط، عارفين اللي هي على ظبط الظبط لفريق نهضة بركان، أولا من مباراته اللي هيلعبها في بيراميدز لمباراته اللي هتتلعب في المغرب. ايه بقى القصة؟ القصة باختصار شديد إن فريق مازيمبي كان بيواجه فريق بيراميدز في دور الثمانية، حصل شغب ملاعب المفترض بتطلع عقوبات، طلعت العقوبات بتغريم، لا ومش كده وبس، وان فريق بيراميدز هيكون ليه حد اقصى من الجماهير، فريق مازيمبي هيكون ليه حد اقصى من الجماهير امام نهضه بركان لا يتعدى 5000 مشجع فقط لا غير. ده ايه؟ ده من الكاف. طب انت زعلان ليه يا اسامه؟ مش جماهير عملت شغب فتتعاقب على طول المباراه اللي بعدها؟ ايوه، بس لما نيجي نقرن ده باللي حصل مع فريق الوداد وجماهير فريق الوداد امام شباب بلوزداد، العقوبه اللي نزلت 8000 دولار و10000 دولار لنفس الواقعه اللي حصلت من جماهير مازيمبي القاء الزجاجات واقتحام الملعب، اتحط بقى بند ان لن يسمح لفريق الوداد البيضاوي المغربي باكثر من 30000 مشجع في المباراه التاليه. يعني انت متخيل فريق نفس العقوبه الجماهير هنا ارتكبتها مازيمبي، نفس العقوبه هنا ارتكبها جماهير الوداد، الكاف اللي هو موجود فيه فوزي لقشع احد اهم وابرز نواب متسبي في الكاف بيتكلم او بيصدر عقوبه مختلفه، 30000 حد اقصى لفريق الوداد، 5000 حد اقصى لفريق مازيمبي. ليه بقى؟ لان مازيمبي هيلاعب نهضه بركان فيروح نهضه بركان يلعب في عدد اقل من الجماهير. طب لما يرجع؟ لا لما يرجع بقى نجيب اليو منيانت يعمل ايه؟ بص يا سيدي، الفار يتدخل بشكل غير صحيح في ركله الجزاء وما يجيبش اللعبه كامله، يجيب اللقطه اللي فيها ركله الجزاء برغم ان في قفز على مدافع مازيمبي كان ممكن يكون في
دخل من الفار ويقول ان اللعبه قبل ما تكون ركله جزاء تكون فاول. مازيمبي يطرد منه لاعب، يطرد منه لاعب بس كده؟ لا، ده التعامل بعنف مع اللاعب من حكم المباراه امر غير مبرر وغير مفهوم. فدي بطوله اتمهدت واتسنطرت لفريق نهضه بركان، زي بالظبط البطوله اللي اتمهدت واتسنطرت لفريق نهضه بركان لما اتلعب الدور قبل النهائي والنهائي في المغرب، وكان الحكم في النهايه رفض يطرد على العربي بالناجي وحسب هدف قانون الفار، قانون الكره وقتها ان لمسه اليد دي تلغي هدف المباراه. يعني لسان حال مازيمبي ما تضربونا بالنار احسن، يعني غير جمهورنا وطرد ومخالفه في تنفيذ الهدف. يعني اعتقد دي البطولات اللي انت قلت الاحتكار بقى اللي بالمجهود، الناس بتتفرج والعالم كله بيتفرج وده وثائقي، الناس هترجع له كمان سنين هتفتكر الكلام ده كويس قوي. ولكن في واقعة تانية بتخليني ما استغربش. يمكن أنا في البداية اتكلمت عن إن مش طبيعي إن فوزي لقجع ده لو رئيس الاتحاد المغربي يقول تمام، إنما نائب رئيس الاتحاد الإفريقي إزاي يخرج بتصريحات بالشكل ده وإزاي يكون بيقول تصريحات زي دي وحتى ما يطلعش ينفي بشكل رسمي؟ لو قيل إن هو ما قالش كده كان طبيعي ينفي بشكل رسمي، لا هتفهموا ليه ازاي؟ لان فوزي لقجع ده هو اللي اعتدى على بملاك تسيما الحكم الاثيوبي، وهو اللي نزل الملعب وضربه في لقطه يعني مهينه للكره الافريقيه بالكامل، وده اقل لفظ يتقال. واعتقد لو ده زمن الفساد اعتقد ده كان وقتها كان زمن التعدي وزمن الاساءه وزمن الاهانه لكرامه الحكم الافريقي. والأغرب كمان بعد كده فوزي لقجع اتعمل معاه ايه؟ طبعا وقتها الاتحاد الأثيوبي تضامن مع مملكة سيما وكان شيء مهين جدا، وقال ان هو بيقدم شكوى ايضا مع الحكم الأثيوبي وده الشكوى، وفجأة مملكة سيما بيتراجع وبيسحب شكوته. ليه بقى؟ عشان الراجل طيب. لما انت تشوف بملكة سيما هتلاقي فعلا كده حد ودود، حد طيب. بملكة سيما الحد الطيب غير تحكيميا، يعني لقى الراجل مستقبله هيضيع، هيرجع اثيوبيا يقعد فيها يدور على شغلانه، خلاص انا مستقبلي في التحكيم انتهى، لان بملكه سيما قال انا اكتشفت ان انا هضيع حياتي كلها ما بين المكاتب بتاعه التحقيقات، فقلت لا انا ركز في مسيرتي احسن. اللي هو ايه؟ هتسحب يا عم بملك الشكوى ولا تشوف عصر الاحتكار والفساد بجد؟ الراجل حب ياكل عيش ويحافظ على دخل يجيله من الاتحاد الافريقي، وانا ممكن اعذره في حاجات زي دي، مش هنحط نفسنا اماكن الناس، ولكن في النهايه ده بيديلك قد ايه في سطوه داخل الكاف من فوزي لقجع، اللي بالمناسبه كان العقوبه اللي طالعه ليه كان المفترض ما بين ايقاف سنتين وبعد التداول والمجاملات والضغوط نزلت لسنه واحده. ده مش كلامنا، ده كلام الأستاذ كرم كردي اللي كان موجود وقتها في لجنة الانضباط. نسمع الفيديو ونشوف القصة برمتها ما بين فوزي لقجع وسطوته وسيطرته داخل الكاف والحكم بملاك تسامية اللي أنا على المستوى الشخصي لا أثق في قراراته. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. من الواضح أنه هو دي حاجات ساعات ما بيبقاش مسيطر فيها على نفسه، وزي برضو ما أنا سمعت حضرتك كنت بتتكلم على قرار ايقافه اللي كان قبل كده. طبعا على فكره هو بس هو مش تعديل لكلام حضرتك، لكن تصحيح. هو الحكم ما سحبش الشكوى، هو الحكم اصر على الشكوى، لكن الحكم في التحقيق معاه او في جلسه الاستماع اللي كان موجود هو فيها وفوزي موجود فيها قال بالنص كده والله انا قعدت مع عيلتي واحنا قلنا نستفيد دي فاحنا انا مسامحه. فرئيس اللجنه ساعتها قال له يعني بتسحب التقرير اللي انت كتبت فيه ان هو زغدك في ظهرك؟ ها؟ قال له لا انا مصر عليه. يعني الشكوى لسه موجوده لغايه دلوقتي. مش شكوى، التقرير. او التقرير. التقرير واخد بالك؟ وساعتها انت لما كنت حتى تسمع فوزي في جلسه الاستماع دي كان يعني واحد جاي يتكلم على نفسه، وانا عملت وانا دفعت والمغرب دفعت ومش عارف دفعنا ايه لايه، وكان يعني الكلام غير مقبول على الاطلاق. لكن للاسف طبعا ان احنا ان لما صدر القرار بتاع ايقافه سنه ان احمد نفسه كان مرعوب
وكان خايف جدا ومصمم ان اللجنه تغير القرار بتاعها وغير تشكيل اللجنه. مش غيروا يعني، هي اللجنه لجنه الانضباط دي بتبقى اعتقد من 11 واحد، بيبقى دايما حاضر ثلاثه بس او ماكسيموم اربعه. راحوا بعتين جابوا ثلاثه تانيين، ها وكانوا جايين بس علشان يدافعوا عن موقف فوزي او علشان لما يحصل تصويت جوه اللجنه ما يحصلش زي المره الاولانيه وفوزي يتاكد العقاب عليه. انت حضرتك كنت الفساد. انا كنت عضو في اللجنه طبعا. حضرتك كنت عضو في لجنه الانضباط وقتها في الوقت في الاتحاد الافريقي. وانا في ساعه التصويت الاولاني انا كنت عاوز ان هو يتوقف سنتين لان هو طبعا بصفته نائب رئيس اتحاد ولازم يكون قدوه، وطبعا اللي عمله ده كان شيء غير مقبول. لكن يوميها وصلنا لان هو تبقى سنه وفعلا طلع القرار، لكن طبعا الدنيا قامت وهاجت، ويعني زي ما تقول احمد رئيس الاتحاد ايامها يعني نظام على جثتي يعني، واخد بالك. وبالتالي تم تغيير القرار بعديها في اجتماع تاني لما جابوا اغلب الناس، وانا دي كان اخر اجتماع ليا في لجنه الانضباط لما شالوا من عنه الايقاف. اكيد فوزي لكشع لما يسمع حاجه زي كده يقول لك ايه الاثبات، انا اقول لك فين العقوبه اللي انت تعاقبتها، تقول لي وانا اتعاقب ليه؟ لا تتعاقب لانك ضربت حكم، اعتديت على حكم، ده اقل واجب كان لازم فعلا ايقاف سنه سنتين ليك عن مزاوله اي نشاط متعلق بكره القدم. ليه بقى؟ لان حضرتك كنت في الاتحاد اللي كان فيه احمد اللي هو طلع بتصريح لم يحدث في التاريخ على الاطلاق لما اتهم مدرب النادي الاهلي ونعته بالمتواطئ في اشاره لما حدث من وليد ازارو في مباراه النهائي الاخيره مترسكة. لما صدرت عقوبه ما تقدرش تعمل عليها اي استئناف، وجا بعد كده وديع الجريء التونسي لما اختلف مع طارق بشماوي قال انا اللي اوقفت وليد ازارو. فتخيل رئيس الكاف كان بيقول على مدرب متواطئ عشان تيشيرت اتقطع، وعادي جدا تنازل او تساهل في مسؤول بل نائب الرئيس في الاعتداء على حكم الساحه بملاك تسميع. عادي جدا، هو ده الكاف يا صديقي، هنقبله بحلو ومر، ولكن سنظل ندافع عن حقوق النادي الاهلي. ونشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم، والاهلي خط احمر، واكيد شفتوا كل حاجه بالرد والمستندات، وما قلناش اي راي شخصي بقدر ما احنا عرضنا وقائع وتاريخ كان لازم يتعرض. معانا قصة أخيرة وهي فكرة مباراة إيسترن كومباني واللعب بدون الدوليين والتأجيل. النادي الأهلي دايما يا جماعة بيدفع ضريبة إنه هو بيحقق بطولات وألقاب، مش دلوقتي بس، ده على مر كل البطولات اللي حققها، وأخرها البطولة اللي فاتت أفريقيا تقريبا كان قصادها الدوري، ونفتكر موقف اللعيبة اللي كانوا مع المنتخب الأولمبي. ويمكن ده ليه تفاصيل اتحطينا فيها عشان نروح يا أسامة لمباراة إيسترن وانت بتلعب تقريبا بقرار انك تخطها بدون اللاعبين الدوليين. ده البعض طلع قال ان احنا بنجامل النادي الاهلي وارحنا النادي الاهلي او اجلنا 6 مباريات مقابل تاجيل 5 مباريات لفريق بيراميدز والمصري، فتجاهلوا التاجيل لفريق بيراميدز والمصري وراحوا لتاجيل 6 مباريات للنادي الاهلي، برغم ان بيراميدز والمصري خرجوا من دور الثمانيه في الكونفدراليه والاهلي وصل للمباراه النهائيه. الحدث ببساطه شديده جدا، الاهلي والشرقيه للدخان يوم 25 والنهائي يوم 30. كان طالع تصريحات موثقه صوت وصوره من الحاج عامر حسين وهو بيتكلم عن ان جدول اللي اتحط ده لو النادي الاهلي وصل للنهائي هيتم تعديل جدول مباريات النادي الاهلي، وده لم يحدث. جه النادي الاهلي طالب بالتاجيل، الرابطه رفضت. ايه اللي حصل؟ عايزين تلعبوا بدون اللعيبه الدوليين في الفتره من 1/6 ل 15/6، والنادي الاهلي عشان مضغوط ان هو يلعب نهائي ومسافر المغرب فكان عايز ياجل، وبالفعل تم التاجيل بعد كمان موافقه إيسترن كومباني. طيب ايه اللي يخليني هنا اقول ان القرار ده كان فيه القرار ده كان فيه اجحاف لحق النادي الاهلي ولدور النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، اللي هو القرار اللي تم فيه تاجيل مباريات دور الثمانيه للمصري
وبيراميدز ومعاهم النادي الاهلي. لا ومعاهم الاهلي صحيح، لازم نقولها كده، ومعاهم الاهلي، لان لما جه الاهلي لوحده اتاجل له بشروط بالزبط. لكن لما كان الاهلي والمصري وبيراميدز ما كانش فيه شروط، بل بالعكس كان نابع من الرابطه. وممكن نستعرض البيان عشان نشوف تواريخ المواعيد لفريق بيراميدز والمصري، وانا هقف عند المصري تحديدا. ليه؟ ده طبعا مباراه الاهلي بالظبط، وبيراميدز كل فريق اتاجل له مباراتين. انا عايز مباراه المصري، انا عايز دي. ليه بقى انا عايز مباراه المصري يا فارس؟ ثالثا تاجيل مباراتي النادي المصري الاسماعيلي ضد المصري بتاريخ 13/4، المصري ضد البنك الاهلي بتاريخ 20/4. حلو قوي كده 20/4. المصري كان رايح فين بعد 20/4؟ كان مسافر المغرب يلعب مع فريق نهضه بركان. طب المباراه كانت تاريخها كام؟ 25/4. طب ايه المشكله انت عمال تعمل حوار ليه؟ شوف الفارق الزمني ما بين 20/4 و 25/4 وقارنه بالفارق الزمني ما بين 25/5 و 30/5. شوف الفارق بين البطولتين الدوري الابطال والكونفدراليه تغاضى عن ده، في النهايه فرق مصريه بتمثل مصر. شوف الفارق بين السفر، الاهلي مسافر فين؟ المغرب. المصري مسافر فين؟ المغرب. ليه كان رد الفعل مع المصري وبيراميدز ان نابع من رابطه، والفرق دي لما اتاجلت لها ماتشاتها هتلعبها بكامل لاعبيها، وانا في نفس السفريه للمغرب وبلعب نهائي ونفس المده الزمنيه، يتحط لي شروط مجحفه انك تلعب بدون لاعبيك الدوليين؟ ده السؤال اللي انا بطرحه على رابطه الانديه، وطبعا نائب رابطه الانديه الكابتن عماد متعب اللي طلع وقال تصريحات حاولنا نسهل بشكل او باخر للنادي الاهلي فكره ان هو يلعب النهائي فيه راحه. ما هو الفكره ان انت بتلعب النهائي براحه. انا نحن نشكر ونسمن دور رابطه الانديه في ان هي ساعدت ان النادي الاهلي يروح المباراة دي تؤجل، ولكن التأجيل كان مربوط بشرط هو مجحف، لأن أنت النادي الوحيد اللي اتحط عليك الشرط ده، زي ما أنت النادي الوحيد اللي لعب بدون اللاعبين اللي مع المنتخب الأولمبي، زي ما أنت النادي الوحيد اللي هنيجي بعدين نقول لكم حصل معاه إيه. ولكن كان عندنا فيديو لمدرب نادي إسترن كامباني كابتن علاء عبد العال، وبيقول تصريح لما نسمعه هنقف عنده، لان بص وصل الموضوع لحرمان الاهلي من حقوقه ازاي. نطلع ونشوف التصريح. هل كان في شرط ان ماتشكم بقى مع الاهلي اللي هو يوم 15 ان شاء الله من شهر يونيو يبقى من غير الدوليين، ولا انتوا مش مشترطين ومش فارق معاكم؟ لا، هو اللي حصل برضو ان الرابطه كانت رافضها ان مفيش مكان، لان كنا خلاص نزلوا الجدول، فمفيش مكان لاداء المباراه دي بعد التاجيل. النادي الاهلي هو اللي اقترح، اللي انا عرفت النادي الاهلي اقترح قال لهم احنا مستعدين نلعب المباراه في بدون الدوليين في فتره التوقف الدولي. تمام. فبالتالي الرابطه اشترطت على النادي الاهلي يبعت خطاب بهذا المعنى، واحنا كمان بعتنا خطاب بهذا المعنى. ان المباراه تقام في فتره التوقف الدولي بدون اللاعبين الدوليين المصريين والاجانب. تمام. اللي في النادي الاهلي. يعني ده الشرط. ما اقصده ان في 7 دلوقتي من الاهلي موجودين في معسكر الكابتن ايهاب جلال. حضرتك كمدير فني الايسترن كومباني تنتظر ان 7 الى جانب الدوليين الاجانب ما يكونوش موجودين حتى ولو 1 أو 2 منهم، ولا حاسبها ازاي؟ لا، هو خلاص، هو اعتقد اللي تم اختياره 7 الدوليين مع الاجانب خلاص دول لن يشاركوا في المباراه. خلاص ده الشروط والخطابات اللي موجودة للرابطة. هو للأمانة أنا مش فاهم التفسير، ليه 7 الدوليين والأجانب؟ يا جماعة دي لعيبة بتتقاضى عقود وبتتقاضى ملايين من النادي الأهلي، بدون الدوليين يعني أنا وافقت إن ألعب في فترة أجندة دولية، أي لاعب أجنبي محلي أيًا كان هو منين مستبعد من منتخبه وجاهز للقاء يوم 15 حتى لو رجع الصبح وأنا عايز ألعبه أنا حر. ده شيء يخصني، بس السؤال الأهم هو ليه طول الوقت النادي الأهلي اللي مطالب يلعب بشروط؟ ليه طول الوقت النادي الأهلي اللي مطالب يتحط هتسيب حاجة قصادها تدفع حاجة؟ طيب تعالوا نشوف، خرج علينا ناس كتير من نادي الزمالك بتتكلم فيه إن التأجيل وأجلت إسترن كامباني. معلش يا جماعة، أنتوا آخر الناس تتكلم، وده بالورقة والقلم. أنت عندك في بطولة الكونفدرالية 2019 مباراة الإنتاج اللي كانت مفترض 1 مايو طلعت خطاب تعهد ان هي تتأجل عشان تروح تلاعب النجم الساحلي في نص النهائي، وانت مريح اسبوع وتعهدت لاتحاد الكرة المصري ان انت ترجع تلعبها يوم 15. ايه حصل؟ جاء يوم 15 قلت لي لا، ده انا رايح العب قدام نهضة بركان، انا بدافع عن اسم مصر. تمام معاك،
اجل لي يوم 15، انت كاتب تعهد، مفيش تعهد، دي بضاعه اتلفها الهوا خلاص، مفيش تعهد. وفعلا اتاجلت المباراه تاني وسبع ايام تانيين، اسبوع كامل قبل نهضه بركان. طب رجعنا بقى لما جاي يلعب المباراه الانتاج ولا اي من المباريات دي، كان في شروط؟ كان في ضمانات؟ الاجابه لا. العب بكل لعيبتك، اجل الدوري كله عشان فرجان يرجع من الاصابه وقتها، واحنا فاكرين التصريح. طب اشمعنى الاهلي طول الوقت اللي مطالب عشان تحقق لقب لازم قصادها تخسر حاجه؟ اي منطق بيقول ده؟ ده اللي بدانا بيه الحلقه، ليه طول الوقت الاهلي اللي في الكره المصريه هو اللي بيدفع الثمن؟ يا جماعه انا ما بقولش ادي الاهلي فوق حقه، بس زي ما بتدي كل فرق حقوقها ادي الاهلي حقه، مش عايزين اكتر من كده. ده اللي احنا بنطالب بيه طول الوقت، ولكن البعض عنده مفهوم العداله وده انا اتاكدت منه هو ظلم النادي الاهلي. عداله يعني ظلم النادي الاهلي، عداله يعني مفيش تكافؤ فرص مع النادي الاهلي. عشان تكون الامور طبيعيه بالنسبه لهم يبقى لازم تضغط مباريات النادي الاهلي، حتى لو النادي المنافس هو اللي هيتفق مع اتحاد الكره على امتى تتلعب انت، تلعب انت مبارياتك. انتوا متخيلين التصريحات وصلت لفين؟ احنا ضغطنا مباريات النادي الاهلي بالاتفاق مع اتحاد الكره. ده حصل، ده حصل حاليا. انا مش شايف اي مبرر يخلي النادي الاهلي يفقد لاعب واحد دولي في اي مباراه من مباريات الدوري، لان ده اخلال بمبدا تكافؤ الفرص، وما ينفعش نبتز النادي الاهلي بوطنيته. واحنا لسه كنا في بدايه الحلقه بنتكلم عن ان النادي الاهلي غامر في كاس العالم للانديه وفضل كطبيعه الحال ان لاعبيه دوليين يكونوا مع منتخب مصر في بطوله افريقيا، ولما انتهت البطوله تماما عادوا الى النادي الاهلي. ده اللي دايما بيحصل مع النادي الاهلي. فرجاء احنا بنتوسم في رابطه الانديه من اول الموسم وداعمين ليها بقدر كبير جدا جدا جدا، وفي نجاحات حصلت بالفعل من رابطه الانديه. رجاء بلاش نروح لسكه اللي كانت بتحصل مع الاتحادات، كانت واضحه جدا. لعبنا السنه اللي فاتت اربع مرات بدون لاعبتنا الدوليه، فقدنا كانوا احد اسباب فقداننا للدوري. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، ونتمنى عدم حرمان النادي الاهلي من اي لاعب في مباريات الدوري، عشان ده نوع من أنواع تكافؤ الفرص. أعتقد غطينا الأمر سواء أفريقيا أو محليا، والأزمة بالفعل أزمة بتبدأ من عندنا، لأن لما يكون هنا في نظام احترافي مؤسسي بيحترم اللوائح والقوانين ربما الاتحادات القارية تحترم وقتها الاتحادات الأهلية. نشوفكم دائما، والأهلي منتصرا، الأهلي خط أحمر.